مساء الخير على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة طبعا عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، وهنبدأ حلقتنا بخبر مهم وجميل جدا ومبهج جدا بصراحة. الخبر هو عن 9 سيدات مصريات موجودين في قائمة فوربس للشرق الاوسط تحت سن 30، وطبعا دي حاجة عظيمة جدا جدا وحاجة مشرفة جدا جدا. تقريبا يا جماعة 9، عايز أقول لكم تقريبا كده تلت القايمة مصريات، ودي حاجة بجد تدعو للفخر. خلينا نتعرف عليهم واحدة واحدة ونعرف كانوا بيعملوا إيه أو هم بيعملوا إيه. أول واحدة هي يمنى جعفر. يمنى عندها 27 سنة، محللة اقتصادية في قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، ويمنى بتساعد الحكومات وصناعي السياسات على استخدام الأدوات الرقمية لتطوير الاقتصادات وتحسين حياة الفقراء والمهمشين. واشتغلت يمنى مسؤولة تنفيذية في مجال الاستدامة لمجموعة MBC، وأدارت مشروع بيدعم القضاء على الجوع وتأمين الغذاء للأطفال مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من خلال إطلاق حملة Feed Their Dreams. كمان عندنا سارة سمير رقم 2. سارة سمير عندها 24 سنة، بطلة رفع أثقال، وهي طبعا هي بطلة رفع أثقال أولمبية وحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو. سارة من وهي صغيرة كانت بتحلم تكون بطلة عالمية، طبعا بطلة عالمية في رفع الأثقال. ومارست سارة لعبة رفع الأثقال وهي يدوب لسه ما كملتش 11 سنة، قدرت تتفوق في اللعبة دي وقدرت تحصل على 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية في نسخ بطولات العالم للكبار اللي شاركت فيها، وبقت أول امرأة مصرية وعربية وإفريقية في رفع الأثقال توصل للعدد ده من الميداليات. اختارت كمان اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال اللي أقيمت في مصر أكتوبر الماضي. البطلة العالمية سارة سمير الفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة، وقدرت سارة تحطم 3 أرقام أفريقية وسجلت أرقام جديدة باسم مصر بعد ما نجحت في خطف 3 ميداليات ذهبية، وأخيرا فازت بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كيلوغرام، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 بإذن الله. أما بقى جود عبد الحليم، هي عمرها 29 سنة، شريكة مؤسسة ومديرة إبداعية لمجوهرات جود عبد بن حليم. جود بن حليم اتولدت في بيئة بتعشق التصميم، والدتها كانت بتشتغل في صناعة الأزياء، ووالدها كان مهندس معماري. يمكن عشان كده معظم أعمالها بتكون مستوحاة من مزيج من الإنشاءات المعمارية والأزياء الحديثة. بدأت تشتغل في مجال وهي في مجالها ده وهي عندها 17 سنة، ودرست صناعة الأفلام في الجامعة الأمريكية، وصناعة الأفلام ساعدتها كتير بشكل كبير في مجال التصميم. دخلت عالم المجوهرات وأسست جود بن حليم البراند بتاعها سنة 2011، وبقت علامة مميزة. أما بقى هدير شلبي، عمرها 29 سنة، شريكة مؤسسة والرئيس التنفيذي لموقع فريزيانا.com. هدير صاحبة مشروع فريزيانا، وده أول موقع لتسويق الحرف اليدوية في مصر، بيهدف لتمكين أصحاب الحرف اليدوية وخصوصا من السيدات اقتصاديا وتكنولوجيا عن طريق تسويق شغلهم اليدوي أو أشغالهم اليدوية وتصويرها وتطويرها علشان تناسب العصر والموضة الحالية. كمان بيعلم السيدات حرفة يدوية من الصفر، وبتفضل أو بيفضل معاهم لحد ما يتقنوها تماما ويفتحوا مشاريع خاصة بيهم. وهدير من قرية بسيطة يا جماعة، كل سيداتها بيشتغلوا في مجال الحرف اليدوية، وده مصدر دخلهم بس الوحيد، ده مصدر دخلهم الوحيد. بس للأسف كانوا بيواجهوا مشكلة أو مشاكل مختلفة، زي مثلا إن هم يسوقوا منتجاتهم، فهدير ساعدتهم بفكرة فريزيانا اللي في الأساس كانت مشروع تخرجها.
نروح بقى لمنى زغلول. منى زغلول برضو عندها 29 سنة وهي شريكة مؤسسة في انطلاق، وانطلاق دي برضو منصة. منى زغلول شاركت في تأسيس انطلاق كبرنامج تسريع وشركة استشارات، وبرنامج انطلاق ده أطلق مبادرات لدعم البيئة المصرية من خلال شراكات مع منتدى شباب العالم. برضو حاجة حلوة جدا وهائلة جدا، وحاجة يعني مفيدة جدا كمان للبيئة. داليا حسن عندها 25 سنة، هي باحثة ومنسقة الابتكار في شركة سيمنز هيلثرز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ابتكرت داليا حسن بلوم، وبلوم ده تصميم مبتكر للأطراف الصناعية الثلاثية الأبعاد للأشخاص اللي فقدوا أطرافهم في الحروب أو المناطق المتضررة. بيتم صناعة الأطراف دي باستخدام أغطية زجاجات معاد تدويرها، يعني من غطيان الأزايز اللي بيتعاد تدويرها من الأول وجديد، وفيها كمان بتدير برامج تطوير القدرات في مجال الابتكار عبر الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وكمان أنشأت المبتكرون الصغار في مستشفى سرطان أطفال مصر. كمان بسمة حميدة البطلة، طبعا دايما بنتكلم عنها وكمان بنتابع بطولاتها. بسمة حميدة عندها 26 سنة عداءة، ومن مواليد 96 سنة 1996، وأخوها هو باسم حميدة بطل العالم في ألعاب القوى، وهي متزوجة من مدربها محمد عباس. اتخرجت بسنت من كلية الهندسة وبتشتغل معيدة في الجامعة، وشاركت في أول بطولة دولية سنة 2013. توجت بعدة بطولات زي البطولة العربية، ووصلت لنص نهائي بطولة العالم 2019. اتعرضت للإصابة قبل أولمبياد طوكيو، وده للأسف اللي حرمها من المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشاركت في بطولة التشيك الدولية وتوجت بميداليتين، وانسحبت من بطولة أفريقيا يونيو الماضي بسبب الإصابة اللي اتصابت بها للأسف. كسرت الرقم المحقق في النسخة الأولى من دورات البحر المتوسط، ونجحت بسنت حميدة في التتويج بذهبيتي سباقات 100 متر و200 متر، وكسرت الرقم القياسي اللي اتسجل قبل كده. كمان عندنا هنا جودة، كلنا طبعا برضو عارفين هنا جودة الجميلة. هنا جودة عندها 15 سنة وبطلة تنس الطاولة، وهنا بتعتبر أيقونة في تنس الطاولة، إنها قدرت تفوز ببطولة أفريقيا اللي أقيمت في تونس مؤخرا، وده كان بعد الفوز على دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات، بإضافة كمان إلى تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 في الفردي ومع منتخب السيدات في منافسات الفرق، وشاركت في بطولة أفريقيا عام 2021. قدرت تفوز على اللاعبة أوفيونغ أديم اللي بتبلغ من العمر 34 سنة، والمصنفة رقم 119 عالميا بنتيجة 3-1 في الأشواط ونتيجة 1-0 في عدد المواجهات، لتخطف طبعا الأنظار ليها. هنا أصغر لاعبة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية واللي أقيمت في طوكيو، وليها عدد كبير من الإنجازات، وطبعا كلنا بنتشرف بيها وبكل البنات اللي اتكلمنا عنهم. ولسه كمان معانا ميار شريف 26 سنة، وبرده ميار بطل التنس. ميار من مواليد 5 يونيو سنة 1996، وهي لاعبة تنس مصرية ومحترفة، بتحتل المرتبة 72 في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في 4 أكتوبر 2021. وفي الزوجي 145 لقبت بفتاة مصر الذهبية، وتوجت بلقبها الثاني على التوالي في البطولة المفتوحة للتنس. كمان توجت بلقب بطلة مربلة الإسبانية للسيدات للتنس. وفي يوليو 2021 ميار بقت أول لاعبة تنس مصرية بتشارك في دورة ألعاب أولمبية في أولمبياد طوكيو، بعد ما حصدت دورة الألعاب الإفريقية. كمان حصلت على لقب جائزة أفضل إنجاز رياضي لعام 2020 من اللجنة الأولمبية المصرية، وحصلت على بطولة تشارلستون الأمريكية، وبعدها حققت إنجازات رياضية مهمة جدا. بجد بجد بقى من قلوبنا احنا حاسين بكل الفخر والسعادة بكل البنات المصريات اللي هم تحت سن الـ30 اللي قدروا يوصلوا للإنجازات دي. زي ما قلنا يمكن في البداية تلت القايمة تقريبا مصريات، مش تقريبا، تلت القايمة مصريات، ودي حاجة تدعو إلى الفخر، حاجة تخلينا يعني نبص كمان لمستقبلنا، إن احنا نقدر إن احنا نعمل حاجة، إن احنا نقدر إن احنا نتميز، إن احنا نقدر إن احنا أي مكان نكون فيه نقدر نرفع اسم بلدنا مصر زي ما البنات الجميلة دي
عملوا احنا او ولادنا لو احنا كمان يمكن فاتنا الوقت، بس احنا دايما هنا في انتي بنقول ان اتس نيفر تو ليت، ابدا مش متاخر ان احنا نبدا اي حاجه. وكان عندنا نماذج كتيره جدا جدا لسيدات قدروا برضو يرفعوا اسم مصر كمان حتى بعد سن ال30 وال40 وال50. طبعا الف الف مبروك ستات مصر، وعاش يا ستات مصر زي ما بنقول دايما. تعالوا بقى نروح لخبر تاني، خبر مهم جدا، خبر عن مجلس النواب اللي وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. نصت المادة 23 من المشروع على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 14 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه. العقوبة في القانون الحالي غرامة لا تقل عن 10 جنيه ولا تتجاوز 100 جنيه. طب المادة 14 دي بتقول ايه؟ المادة 14 اوجبت التبليغ عن المواليد خلال 15 يوم من تاريخ حدوث الولادة. لازم يتم التبليغ لمكتب الصحة في الجهة اللي حدثت فيها الولادة او العمدة او غيرها من الجهات المختصة بتبليغ عن المواليد او انه في مولود جديد موجود في الأسرة او في العيلة يعني. وعلى العمدة او الجهة المختصة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة او الى الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ بالولادة. ده كان الخبر اللي معانا مهم جدا، وطبعا لو اتعمل هيكون كويس قوي عشان في اطفال كتير للاسف بتكون ساقطة قيد، وده بيكون طبعا في الاماكن النائية او القرى او كده، فمهم قوي ان احنا نكون مركزين مع الحاجات اللي زي دي. خلونا بقى نروح لخبر تاني عن ملكة جمال الكون 2023. وطبعا ناس كتير يمكن تكون تابعت الحدث ده. الملكة جمال الكون هي شينيس بلاسيوس. شينيس بلاسيوس دي حصدت على لقب ملكة جمال الكون 2023، ودي النسخة الثانية السنية والسبعين ال72 من المسابقة اللي اتنظمت السنة دي بمشاركة 84 دولة. دي المرة الأولى اللي تحصل في مسابقة أو متسابقة من أمريكا الوسطى إنها تفوز بالمسابقة دي. ظهرت لاسيوس في مشهد مؤثر وهي بتتوج باللقب، واستلمت التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية أربوني جابرييل، وتكلمت عن فوزها باللقب وقالت: أهم شيء في حياة الإنسان هو الشكر والهدوء. وقالت كمان إن أول حاجة هي عايزة تعملها هو تمكين المرأة من العمل في أي مجال، وقالت نصا: المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تحصل المرأة على حقوقها كاملة هو ما سأسعى إليه ويكون قضيتي دوما فلا حدود للنساء. طبعا حاجة كويسة جدا وهدف نبيل جدا جدا جدا. خلينا نقول لكم بقى شوية معلومات عن شينيس بلاسيوس. شينيس هي من مواليد 2000، يعني عندها 23 سنة. كمان هي من دولة من دول أمريكا الوسطى، وده اللي احنا قلناه ان هي يمكن اول واحده من دوله من دول امريكا الوسطى تكسب في المسابقه دي. بتتكلم الاسبانيه ودي اللغه الرسميه عندهم. متخرجه من جامعه UCA وبتشتغل في احدى البرامج التلفزيونيه، وكمان بتشتغل عارضه ازياء لعدد من الماركات العالميه. قدرت انها تفوز بلقب ملكه جمال الكون من بين 84 متسابقه، وانتم طبعا عارفين ان المسابقه دي بتكون متسابقه يعني سخنه جدا، ولو في ناس بيحبوا المسابقه دي وبيتابعوها كل سنه بيتابعوها باستمرار، بيتابعوا كل المراحل اللي فيها، وبتبقى يعني المراحل اللي فيها بتبقى زي ما قلنا كده سخنه جدا بين المتسابقات، كل واحده فيهم لازم تقدم احسن ما عندها، والموضوع ما بيبقاش قائم على الشكل فقط انما في المعلومات العامه والاهداف اللي بتبقى عايزه المتسابقه دي تحققها لو بقى الملكة، وبرضو كمان نفس الكلام بيكون على الوصفات. عايزين بقى نتكلم في موضوع يخصنا احنا بقى، يخصنا احنا ويخص الناس اللي يمكن من وقت أزمة كورونا وهم بدأوا ان هم يشتغلوا من البيت. وعلى فكرة في ناس تانية كانت بتشتغل من البيت من قبل حتى كورونا، فكرة الشغل من البيت دي ما كانتش جديدة عليهم يمكن، بس كانت جديدة على ناس تانية كتير لما بدأوا يشتغلوا من البيت. اوقات فعلا الواحد بيحس ان الشغل من البيت ده حاجه كويسه قوي ولطيف وكل حاجه، بس برضو اكيد ليه عيوب، اوقات بيبقى مش الطف حاجه زي ما احنا فاكرين، خصوصا ان هو ممكن يضيع اليوم كله على الشغل. ما هو انت قاعد في البيت او انت قاعده في البيت،
فقاعدة مثلا ماسكة اللابتوب بتاعك أو بتشتغلي أو إيه هي طريقة شغلك، فجأة بتلاقي يومك كله اتسحب في الشغل وانتي ما عملتيش حاجة لا لنفسك ولا لبيتك أو أهل بيتك. فالموضوع ده بيبقى صعب جدا، والواحد بعد كده ممكن يصاب بالاكتئاب لأنه بيلاقي نفسه بس بيشتغل 24 ساعة. عشان كده احنا عايزين نقول لكم على شوية نصايح نقدر من خلالها للناس اللي بتشتغل من البيت ان هم يعملوا توازن بين حياتهم وبين الشغل، لانه ده شيء مهم جدا جدا. اول حاجه لازم تعملوها للناس اللي بتشتغل من البيت، لازم تظبطي ساعتك، اظبطي منبه، لازم تكوني عارفه او محدده وقت معين للشغل ووقت تاني، الوقت ده اللي انت هتشوفي بيه بقى فيه بقى طلباتك، حياتك، بيتك، تنزلي تروحي حته مثلا، تعملي حاجه لاولادك لو انت مش مخلفه، برضو تعملي حاجه لنفسك. المهم ده مهم جدا جدا انك تحددي عدد ساعات العمل علشان ما يتسحبش منك الوقت فجاه تلاقي نفسك صحيتي ونمتي وانت ما عملتيش حاجه غير الشغل. فلازم يكون عندك مواعيد محددة كأنك بتنزلي تروحي شغل وبترجعي منه كده الشغل خلص وتشوفي حياتك بعد كده. كمان لازم تاخدي أوقات فترات تكون راحة، يعني زي البريك كده، تاخدي بريك من كل مثلا ساعتين ثلاثة أو كل 4 ساعات على حسب انت شغلك ايه وجدولك ايه، لازم تخصصي وقت للراحة من ربع ساعة لنص ساعة، هيكون كويس قوي الوقت ده تفصلي فيه تماما، تطفي اللابتوب أو تطفي التليفون أو تطفي أي حاجة أنت ليها علاقة بالشغل، أو على الأقل تبعدي عنها شوية، ممكن تشربي حاجة من الحاجات اللي بتحبي تشربيها تهديلك أعصابك شوية، تتفرجي على حاجة، تسمعي حاجة، المهم أن أنت تفصلي. خصوصا كمان ان الدراسات اثبتت ان كل ما تكوني حريصه على انك تاخدي فتره راحه او تكون حريصه على انك تاخد فتره راحه، ده هيخلي انتاجيه شغلك احسن وهتزيد اكتر واكتر وهتكون افضل بكتير، وكمان هتكون متقنه اكتر بكتير، لان الواحد لما بيفضل شغال متواصل بعد فتره بيفقد تركيزه. فاحنا مش عايزينك توصلي للحاله دي او اعصابه ممكن تتلف او تتعبي، فلا انت لازم تاخدي البريك ده علشان لما ترجعي فريش تعرفي تكملي شغلك بطريقه احسن وبتركيز اقوى. كمان لازم تحافظي على حاجه بقى مهمه قوي، انك وانت بتشتغلي من البيت او وانت بتشتغل من البيت ما تشتغلش في نفس المكان اللي انت بتستريح فيه او في نفس المكان اللي بتتفرج فيه على التلفزيون، نفس المكان اللي بتنام فيه. مهم جدا انه في البيت يكون في مكان مخصص للشغل فقط، يعني زي مكتب، ترابيزه السفره، الاماكن اللي هي شويه ممكن تبقى هاديه في البيت عندك او عندك، وفي نفس الوقت تبقى يعني مهيئه لك احساس ان انت قاعده بتشتغلي مش نايمه في السرير او قاعده على كنبه الليفنج او كنبه اللي انت بتتفرجي عليها في التلفزيون يعني او كده. ده مهم جدا جدا، لازم تفصلي، لانه برضو نفس الكلام لو ما فصلتيش الاماكن او لو ما فصلتش الاماكن مش هتحس باي فرق. لازم علشان تحس بفرق وتحس انك فصلت او تحس انك فصلتي من الشغل، الموضوع لازم يعني ايه، لازم ده مكان وده مكان، الشغل في حته والراحه والحياه العاديه في حته. مهم قوي انه نخلي الساعات كتير قوي ان احنا بنفضل كل حاجة قدامنا زي ما هي، فالتغيير بقى لازم نغير علشان ما نحسش بالروتين. فمن وقت للتاني غيري المكان اللي انت قاعدة بتشتغلي فيه، غيري شكله، غيري ترتيبه. لو مش عايزة تغيري ترتيبه او ما ينفعش تغيري ترتيبه، لو ده مثلا عايشة لسه في بيت ماما وبابا مش هينفع تغيري الترتيب او كده، انزلي انت، انزلي روحي مكان مثلا، روحي كافيه اشتغلي فيه، يعني غيري المكان اللي انت نفسك بتشتغلي فيه، تروحي كافيه، تروحي مطعم، تروحي مكان لطيف، في اماكن على فكره مخصصه للعمل اللي هو working from home. من بعد الكورونا بدا يفتح اماكن كتير او بدات تنتشر اماكن كتير ليها علاقه بالموضوع ده، مكان تقدروا تروحوا تشتغلوا فيه، مكان تقدروا تروحوا تذاكروا فيه. فبما اننا هنا بنتكلم عن الشغل والعمل او working from home يعني، فممكن تروحي تستغلي الموضوع ده، وده برضو هيفرق معاكي وهيفرق في نفسيتك وهيفرق في تركيزك والطاقة الإنتاجية بتاعتك. كمان من الحاجات المهمة إن التليفون لازم يكون سايلنت أو صامت، فترة الشغل اللي انت حددتيها لازم تكون بعيدة عن أي تشتت بقى، خلاص انت عارفة انت من الساعة كذا للساعة كذا بتشتغل، الناس اللي حواليك المفروض هم كمان يعرفوا ده، فالمفروض محدش يتصل بيكي إلا الحاجة مهمة أو الشغل. وبرضو يفضل ان تليفونك يكون صامت علشان خاطر ما يعملكيش إزعاج، خاصة لو بتشتغلي مثلا أونلاين أو بتعملي اجتماعات أونلاين، ده هيكون ألطف لك كتير، ان ده اللي انت يعني هيفرق معاكي برضو كتير فكرة التشتت دي.
دول شوية نصايح كده بسيطة زي ما قلنا، وانتوا بتشتغلوا من البيت يا ريت تقدروا تاخدوا بالكم منها علشان ما تلاقوش بعد فترة ان انتوا اصبتوا باكتئاب، ان انتوا بقالكم كتير ما شفتوش اصحابكم، بقالكم كتير ما شفتوش الشارع اصلا، لان في ناس مش مهم انها تشوف حد، المهم انها مثلا تنزل تشم هوا. فمهم قوي قوي ان انتوا تفصلوا وان انتوا تحددوا مواعيد الشغل وتعملوا الحاجات اللي احنا قلنا لكم عليها. طبعا بشكل عام لازم تعملوا توازن ما بين حياتكم وما بين الشغل، ما تخلوش الشغل هو كل حاجة في الحياة، لان ده شيء غير صحي بالمرة وانتم مش هتستفيدوا حاجة. بعد شوية اعصابكم هتتعب ومش هتقدروا تبقوا منتجين في شغلكم. تعالوا بقى اقول لكم عندنا ايه النهارده. النهارده عندنا فقره مع صانع المحتوى احمد شحته صاحب فكره برنامج حواديد. باختصار كده هنشوف قصص انسانيه ومشاعر لبنات احمد قابلهم وخلاهم يحكوا عن مواقف صعبه عدت في حياتهم بس غيرت فيهم، واكيد الموضوع ما كانش سهل عليهم. نعرف منهم ونعرف من احمد ايه اللي حصل بالظبط وازاي قدروا ان هم يتغلبوا على مشاكلهم دي. كمان هينورنا في الفقره دي مروه وياسمينه، واللي هنعرف منهم طبعا ايه المشكله اللي كانت في حياتهم وازاي عرفوا يتغلبوا عليها. كمان فقره تانية مع الفنانه التشكيليه ولاء سعد اللي هتكلمنا عن مشروعها اللي اتحول لبراند بيلف العالم كله، والجميل ان المشروع ده مصري خالص حتى النخاع، وحتى فكرته جايه من الحضاره الفرعونيه. هنعرف اكتر ايه الحكايه بالتفصيل خلال فقرتنا. قبل بقى ما نطلع لفاصل نروح نسمع اغنيه جديده معموله لفلسطين اسمها صم وعميان. الاغنيه دي عاملاها المطربه منى محي اللي كانت ضيفه عزيزه علينا في برنامجنا قبل كده. تعالوا نروح نسمع الاغنيه وكلماتها المعبره ونرجع لكم ونبدا معاكم فقراتنا. والدي دايما جنبي، واقف جنبي في كل حاجة، بيطبطب عليا وقت ما ببقى زعلانة. ساعات ما بعرفش ان انا اجي اقوله ده، بس زي ما تقول كده قلبه حاسس باللي انا فيه، ياخدني في حضنه، يهون عليا، دايما يهزر ويضحك معايا. ما عندوش حتة لا انا اب، انا ما تجيش تقولي مالك مش عارف ايه، لا دايما صديق ليا، مش بحسه صديق كده، حد قريب مني قوي وبحبه، بحب ان انا اتكلم معاه، اضحك وهزر. في ساعات ما بعرفش اتكلم معاه، بس لا وجوده جنبي بالدنيا. خلي الواحد معاكوا كده عشان لما يودع ما تزعلوش. اكتر شخص يستحق كلمه الامان ماما وبابا، بس بابا تحسه مش عايز، يعني بابا عايز يدينا الامان، عايز يطمنا وكل حاجه، بس مش عايز يورينا ده قدامنا، يعني عايز يبقى الموضوع من تحت لتحت. مش شعور الابوه بس خالص، يعني انا مش مفتقداه. يعني انا مثلا لو هوجه كلمه لبابايا، انت عدم وجودك مش مأثر في حياتي كحياتي، بس الفكره ان انت كشخص انت وحشتني بس، او محتاجه يعني وجود ام في الحياه حاجه لذيذه، او لا انا محتاجاها. اكتر سبب خلاني اعيط بحرقه ان انا عايزه اتكلم مع ماما مع حاجه وانا علاقتي بيها مش موجوده تقريبا للاسف، فببقى حاسه ان انا مش عارفه بطلع الكلام اللي جوايا، فبتكلم بحرقه قوي، لو بحس ان انا ليه مش قادره اتكلم، انا ليه ما فيش حد اللي هو كده. يعني هل حد عزيز عليا؟ تمام. اخويا الله يرحمه، نفسي يرجع بيك الزمن واشبع منك، يعني كان نفسي تقعد معايا اطول من كده. اكتر كلمه وجعتني وعمري ما هنساها ابدا
لان هي جايه من حد من قرايبي وحد قريب مني جامد جامد، وهي ان انت مش هتنفعي، انت مش تنفعي، انت مالكيش لازمه، انت جامده. الكلام ده كان بيتقال لي اكتر ثلاث كلمات اتقالوا لي من نفس الشخص، والثلاث كلمات دول انا اثبتت ليها عكس الكلام ده. محتاجه اعتذر لمين؟ محتاجه اعتذر لنفسي، يعني محتاجه اعتذر لنفسي ان انا دخلت كل الناس دي في حياتي، والناس دي ما كانوش كويسين ان انا حتى اتعامل معاهم بالاسلوب ده. هقول لها كمان ان على فكره احنا نجحنا، وقابلت نفسي وانا صغيره طوع عليها، وهقول لها ما تزعليش على حد، مش على نفسك عشان حد ابدا، مهما كان اللي قدامك ده انت بتحبيه، ما تحبيش الناس اكتر من نفسك، عشان انت في الاخر بتعملي كل حاجه حلوه للناس اللي قدامك، وبعدين بتلاقي نفسك ان انت لوحدك. اسوأ لحظه اما حسيت انا اترفضت، يعني حسيت ان المفروض كنت اتقبل زي ما انا، وده ما حصلش. يعني كنت فاكره ان انا ياسمين كده، فالمفروض اللي يحبها او اللي يكون معاها كان صحاب او ايا كان او عيله او اي اشخاص في حياتي، المفروض ان هم يحبوني زي ما انا، مش يحبوني على مزاجهم، يعني مش لو ياخدوني تفصيل هنشيل حته ونحط حته، يعني المفروض كنت فاكره كده. بلس ان الحاجه دي ما كانتش مثلا حاجه وحشه في شخصيتي، لا بالعكس، يعني كنت فاكره المفروض اللي بيحبني ده هيقتنع بياسمين، بافكارها، بطموحها، باحلامها، بكل حاجه هي بتحبها. يعني اللي احنا كنا بنتفرج عليه دلوقتي ده هو جزء من قصص بنات عاشوها في الواقع، قصص حقيقيه، احساس حقيقي حسوا بيه، مشاكل شافوها وهم صغيرين او مروا بيها في حياتهم كانت مسببه لهم يعني زي عقده او واقفين عندها. دايما كانوا بيقولوا يمكن في اللي كانت بتلوم نفسها، في اللي كانت شايفه ان هي ما تستحقش حاجه كويسه، حاجات كتير قوي قوي يمكن البنت بتمر بيها، ومش بس البنت، البني آدم بيمر بيها، ممكن تأثر فيه واللي حواليه مش متخيلين ان ممكن الحاجة دي تأثر فيه. ده جزء من برنامج حواديد اللي احنا كنا بنتفرج عليه دلوقتي، شفنا حكايات البنات، ولكن دلوقتي احنا ضفنا هو الجندي المجهول في برنامج حواديد، واللي خلى البنات تتكلم، واللي خلى البنات تقول مشاعرها، وكمان خلانا نعرف هم حاسين بإيه، وخلانا نعرف الكلام اللي ممكن بيطلع مننا أو يطلع من الناس اللي حوالينا ممكن يأذي قد إيه ويعلم في البني آدم قد إيه. أنا ضيفي دلوقتي أحمد شحتة، وصانع محتوى ومقدم برنامج حواديد. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك، منورنا. منور حضرتك طبعا، بحييك جدا جدا على فكرة برنامج حواديد، يعني فكرة نبيلة وكويسة جدا، وأكيد أكيد ساعدت ناس كتير قوي في إن هم يتخطوا الأزمات اللي مروا بيها. فكرة حتى الفضفضة بس دي، أو إن الواحد يواجه الحاجة اللي مضايقاه، حلوة جدا. عايز أتكلم طبعا عن الفكرة نفسها، جات لك إزاي من البداية، أو بدأت معك إزاي فكرة حواديد؟ مبدئيا قبل ما أتكلم على أي حاجة تخصني أنا، لازم نتكلم عن القضية الفلسطينية، إن إحنا كصناع محتوى أو أي بني آدم موجود على السوشيال ميديا دوره دلوقتي إن هو يتكلم عن القضية وينشر المجازر والانتهاكات اللي بتحصل هناك. وفي الوقت اللي احنا بنقدم نجاحاتنا وبناكل وبنشرب، في هناك شعب بيتم القضاء عليه، فلازم كلنا نتكلم لاخر لحظه. طبعا بالنسبه لي انا الفكره بدات في شهر واحد اللي فات، يعني انا بقالي بالظبط على السوشيال ميديا 11 شهر. في شهر 12 نزلت الاول، كنت بصور مع ناس عاديه في المعز وفي وسط البلد والاماكن دي، وجات لي الفكره بقى انا ليه ما اصورش مع البلوجر او الانفلونسر او اي صناع محتوى على السوشيال ميديا، خاصه ان الناس دايما شايفه الناس دي ان هي ناس تافهه، ما عندهاش مشاكل، حياتهم حلوه جدا. بالرغم ان انا لما نزلت مع الناس دي لقيت عندهم مشاكل كبيره جدا، يعني الناس دي بتمر بحاجات في حياتها كبيره جدا صعبه، وخاصه المشاكل الاسريه. وبما اني انا واحد من الناس عندي مشكله برضو في انفصال الاب عن الام، فكنت يعني كنت حاسس بالموضوع ده جدا، حوار انفصال الاب عن الام، خاصه ان مامتي هي اللي شايله الدنيا، هي اللي طول عمرها جنبنا، هي اللي طول عمرها بتدعمنا، هي اللي قدمت النهارده 3-4 نماذج للمجتمع الى حد كبير، ناس كويسه وناس محترمه. فشكرا لامي لانها اعظم انسانه في الدنيا، وشكرا لكل ام مصريه بتحاول ان هي تحافظ على اسرتها، وبتحاول ان هي تعمل مع عيالها كده بدون مقابل وبدون اي حاجه هي مستنيه منه. طبعا. طيب بما انك ذكرت موضوع انه يمكن الدافع بتاعك
الداخلي، الدافع الانساني، او يمكن كمان في اللاوعي قبل ما تقرر ان الفكره دي تبقى موجوده وعقلك الواعي يقررها، هي المشكله اللي جواك هي ان انت شخصيا مريت بازمه والازمه دي علمت فيك. فراق الاب او انه الاب انفصل عن الام، واضح جدا ان الام زي ما انت قلت كده هي اللي كانت شايلاكوا، هي اللي ربتكوا، هي اللي عملت الدورين، اثر فيك في ايه؟ وكان عندك كام سنه وقتها؟ خليني اسمح لي اخد انا دورك بقى في حواديت. هو مش حته اثر في ايه، لاني الحمد لله امي قامت بكل الادوار طبعا، قامت بالاب والام، فانا النقطه دي مش مقصره معايا شخصيا، يعني انا مش حاسس ان هو عدم وجوده أزيني جامد. ما بص، التقصير غير التأثير، أنا بسأل على التأثير النفسي عليك في فراق الأب، أو إن الأب مش موجود في حياتك. طبعًا أمك على يعني على راسك وعلى راسنا كلنا من فوق، الست اللي بتعمل الدورين دي مش هنقدر نقول عليها بطلة، دي ملاك نازل من السماء، ما فيش كلام عليها، وبنحييها وبنقدر دورها قوي. إنما أنا عايزة أعرف إحساسك الداخلي من في الانفصال، وكان عندك كام سنة الأولًا؟ اولا هو والدي منفصل عن والدتي وانا صغير خالص، يعني انا اعتقد من ساعه ما انا اتولدت، يعني انا يعني تقريبا ما عشتش معاه، ما عشتش معاه خالص. وفي نفس الوقت اكيد اي بني ادم في الدنيا بيتاثر بفراق الاب او الام، لان هما جزئين مهمين في الحياه. اكيد ما نقدرش نقول لحد لو باباك مشي او مامتك مشيت انت مش متاثر او حياتك ماشيه او الكلام ده كله، طبيعي اي بني ادم في الدنيا بيتاثر، اي بني ادم في الدنيا بيبقى دي بالنسبه له مشكله كبيره. واكيد انا في اوقات ببقى محتاجه جنبي طبعا، يعني اكيد في اوقات انا ببقى عايز والدي جنبي، يعني برضه اي راجل بيبقى محتاج ان هو يتسند. صح. اخويا موجود وجنبي، اخويا الكبير، بس برضه يعني بيجي اوقات بحس ان انا محتاج والدي جنبي. صح. يعني في الاول في الاخر وانتوا بتكبروا مع بعض، هو كان طفل او يمكن كان مراهق وانت برضه طفل، فانت محتاج المثل او الهيرو اللي هو الاب البطل اللي هو بيبقى في حياه كل طفل، مش هقول لك ولد بس، لا ولد وبنت، لان هو برضو الاب في حياه البنت بيبقى حاببها الاولاني. عرفت تتغلب على المشاعر دي ازاي، ولا لسه في جزء منها مأثر عليك؟ ما نقدرش نقول ان هي كلها انتهت، او ان انا لا انا جامد ومش فارق معايا، قد ما انا اقدر اقول ان انا بحاول اشتغل على نفسي اكتر. فشغلي ودنيتي ووجود والدتي جنبي، مراتي، اخواتي، ده بالدنيا، فانا بحاول ان انا اتاقلم وبحاول ان انا امشي اموري، يعني ما اخدش الموضوع ان هو يوقف لي حياتي. لقيت في حواديت كتير مختلفة طبعا، لقيت حاجات شبه، لقيت حالات شبه حالتك، ولقيت حالات هونت عليك حالتك ولا لا؟ 90% من الشعب المصري عنده المشكلة دي، 90%. انا ما فيش حد نزلت معاه والده ووالدته مش منفصلين عن بعض، دي مشكله يعني انا اتفاجئت بيها. كل الناس للاسف الاب، انا في ناس قابلتها والدها سايبها مثلا من وهي برضو صغيره، والدها ضاربهم ساحلهم في الشارع. فقابلت حالات اصعب من حالتي كمان. يعني قول لي اغرب واصعب حاله بقى من المحالات اللي انت قابلتها، حاله علمت فيك انت شخصيا. في يعني مثلا في حاله اللي هي والدها بيضربهم، مش عايزهم يعيشوا مرتاحين لغايه دلوقتي، ان هو انفصل عن والدتها بس لغايه دلوقتي بيطاردهم، مش عايزهم يقعدوا في الشقه اللي هم فيها، اللي هم مش سايبهم في حالهم. فدي طبعا كانت بالنسبه لي حاجه غريبه، يعني انت مش موجود تمام، خلاص انت اخترت ان انت مش تكون موجود مع الناس دي، ليه تاذيهم؟ ليه تفضل تطاردهم وتفضل وراهم عشان ما يكملوش حياتهم طبيعيه؟ فدي كانت بالنسبه لي نقطه صعبه، مش نقطه سهله يعني، خاصه ان هم بنت او بنتين وولد او ولدين برضو. يعني بنات برضو، ان هو يسحل البنات في الشارع والكلام ده، طبعا ده حاجه بشعه يعني. طبعا. في الفيديو كمان اللي احنا شفناه قبل ما نبقى على الهوا سوا يا احمد، الفكره انه في بنت، ودي انا استصعبتها قوي، بنت بتقول ان علاقتها بمامتها منتهيه تماما، ما فيش بينها وبين امها اي علاقه، تخلت عنها وما بتسألش عليها، ما فيش ما بينهم أي حوار أو أي نقاش خالص. بس تصعب قوي ده، لأنه يمكن زي ما أنت بتقول الأب لما حتى بيحصل انفصال، الحالة بتبقى والحالات الأكتر أن الأب هو اللي بيمشي أو هو اللي بيبعد، إنها فكرة أن الأم هي اللي تبعد أو هي اللي تسيب ولادها، دي حاجة صعبة قوي. عرفت إزاي أنت تطلع منها الكلام ده؟ هي دي كانت بالنسبة لي حالة غريبة جدا جدا، ان الام هي اللي تبقى عامله الدور ده. انا عامه في الطبيعي لما باجي ابدا تصوير مع اي حد بقف الاول بتكلم معاه،
احكي لي انت عندك مشاكل ايه، مشاكل اسريه، مشاكل مع اصحابك، اديني بريف عنك ان انا افهم بس دنيتك ماشيه ازاي، وبعد كده نبتدي نصور. فهي لما قالت لي، هي كانت في الاول مش عايزه تتكلم عن قصه مامتها وكده، فانا ابتديت اقول لها ان الموضوع طبيعي، يعني اتكلمي، انت جايه النهارده ان انت تطلعي كل اللي جواكي، جايه تفضفضي، جايه تتكلمي، ف يعني ما تخليش الموضوع بالنسبه لك اللي هو لا انا مش هتكلم انا. فقعدت اتكلم معاها شويه، يعني كلام كتير بقعد اتكلمه مع البني ادم عشان يقدر ان هو يتكلم. بس هي كانت بالنسبه لي طبعا زي ما حضرتك قلتي حاجه غريبه، يعني ان الام هي اللي تعمل كده، دي بالنسبه لي كانت مصيبه، يعني لان الام زي ما حضرتك قلتي يعني دورها اهم من الاب في البيت. طبعا. بص، انا فكره ان انت عرفت تقنع البنات خاصه البلوجرز والانفلونسرز ان هم يطلعوا يحكوا مشاكلهم دي، عامله لي انا يعني زي كويستشن مارك كده، علامه استفهام كبيره. لازم اعرف منك انت ازاي عرفت تعمل ده. بس قبل ما اعرف منك ازاي عرفت تعمل ده، احنا برضو نزلنا سالنا الناس في الشارع، لان انت خليت البنات تتكلم ايه الحاجات اللي مضايقاهم في نفسهم. احنا كمان نزلنا الشارع وسالنا الناس ايه اكتر حاجه مضايقاك في نفسك. تعال نروح نشوف اراء الناس ونستقبل كمان معانا بنتين، معانا مروه ومعانا ياسمينه، من الحالات اللي كانوا موجودين في برنامج حواديت، نتكلم معاهم ونعرف منهم ازاي قدروا يتخطوا المشاعر الصعبه اللي هم عدوا بيها. بس نروح نشوف راي الناس في الشارع الاول، هم ايه اكتر حاجه ما بيحبوهاش في نفسهم او بتضايقهم من نفسهم. ايه اكتر حاجه عايز تغيرها في نفسك، عيب او صفه وحشه؟ الصفه اللي انا عايز اغيرها ان انا مشتت جدا، يعني بفكر في حاجات كتيره قوي في نفس الوقت، وبعايز اعمل حاجات كتيره، وده بيخليني ما انجزش الحاجات اللي انا اصلا ببقى عايز اعملها الاساسيه في حياتي. انا ساعات بحب اداء ناس، حتى لو عرفت ان انا غلطان في ارجيومنت بقى عادي، اللي هو بعاند، مش مجرد ان انا عايز اعاند مش اكتر. هي فكره ان انا يعني sometimes I like to tease people even when though when I know I'm wrong just for the sake of it. اكتر صفه مش عايزاها overthinking، يعني مش اي مثلا موقف صغير يحصل اقعد افكر فيه واضيع وقتي فيه، عايزه عادي يعني حتى حاجه حصلت اتعلم منها، مش ان انا اقعد افكر فيها واخليها تاثر على اي interaction هيحصل بعد كده. يعني اكتر عيب عندي هو التوتر، بتوتر من اي حاجه بجد، يعني عندي ستريس من الامتحانات بتاعه الجامعه. ما بحبش انه انا بزعل بسرعه قوي، يعني ممكن حد يبقى بيقول حاجه يعني بهزار بس انا باخدها قوي وبتضايق، ما انا ممكن تبقى حاجه عبيطه. ممكن ان انا بحس بكل حاجه زياده قوي، سواء حاجات حلوه او وحشه، يعني لما بزعل مثلا بزعل قوي، لو حطيت امل على حاجه بحط امل على الحاجه دي قوي وكده، فبعشم نفسي، فكل حاجه بحس بيها زياده. ما بعرفش مثلا اذاكر ويبقى قدامي يعني مده طويله غير لازم اذاكر قبليها بالليل، لا معرفش اذاكر غير وانا مزنوقه، فدي حاجه مش حلوه خالص فيا يعني، ونفسي اغير. صفه العشم، ممكن اتعشم في ناس ما يستاهلوش اصلا العشم ده، يعني فاهمه. العيب ان انا بتعشم في ناس بسرعه وبزعل بسرعه من اقل المواقف. ايه الصفه اللي نفسك توجدها في شخصيتك؟ اكتر حاجه عايزه اغيرها الكسل عندي بالذات. العصبيه مخسره ناس كتير قوي في حياتي، يعني عدت فترة كبيرة قوي كنت بتعصب على أدفع الأسباب. أكتر حاجة نفسي تكون في شخصيتي اللي أنا أكون عندي صبر وأستنى يعني الحاجة الحلوة اللي هتجي. عايزة أدخل في student activities أكتر، يعني دلوقتي لسه بادئة الجامعة، فحاسة إن الوقت كله مذاكرة عشان أنا في طب في عين شمس، فحاسة إن الوقت كله بتاعي رايح في المذاكرة، وأنا كنت بعمل activities أصلا كتيرة قبل كده. ممكن ما أوحش، لو هنتكلم بنفس الناريتيف، أو إن أنا ما أوحش مع حد، بس عشان ساعات ببقى عنيد في حاجات وعارف ان انا غلطان فيها مش اكتر. يعني نفسي ابقى كونفيدنت اكتر، اهدى شويه في مشاعري، احس بالحاجه على قدها بس مش زياده. يعني افكر كويس قبل ما اعمل اي حاجه واخطط كويس للحاجه اللي انا عايز اعملها. اكتر حاجه عايز تبقى عندي يعني النشاط او كده، يعني هايبر اكتف قوي، فساعات بحس ان انا لازم ابقى هاديه كده عشان في ناس برضو ما بتحبش الناس الهايبر اكتف ومتعرفش تتعامل معاهم، فحاسه ان انا لازم هذا كده شويه واتعامل عادي. يعني واللي انا عايز اغيره ان انا ما اتعشمش، بس بمنتهى البساطه يعني. فانا عايز برضو ابقى اجتماعي اكتر مع الناس، ما ابقاش انطوائي ولا عصبي. انا عارفه اني اوقات كتير مش بلاقي حد اتكلم معاه، حتى في اوقاتي الصعبه دايما بحاول احلها بنفسي، مش علشان مفيش حد يحل معايا قد ما أنا عارفة وواثقة إن كل واحد مالي في حياته، وإني بحاول على قد ما أقدر مكنش حامل على حد.
بنزل وبخرج وببسط نفسي بنفسي، وطول الوقت بحب اكتشف اماكن جديده، وده لاني دايما بميل لحب الطبيعه والاماكن المختلفه. ويهمني دايما الناس اللي في المكان مش المكان ذات نفسه، يعني قعدتي على قهوه بلدي في وسط البلد وانا بقرا روايتي المفضله وبشرب قهوتي احلى مليون مره من كافيه شكله حلو بس ناسه مش مريحه. احساس الوحده ساعات بيبقى صعب، وساعات بحسه انه احسن احساس في الدنيا، لاني دايما بحس اني بكتشف نفسي اكتر وانا قاعده مع نفسي. انا اجتماعيه واعرف ناس كتير جدا، بس بحس اني لما بقعد لوحدي بدي لنفسي مساحه اكتشف ذاتي. وعارفه برضو اني روتينيه في بعض الاشياء، لكن في حاجات كتير بحبها في يومي، زي اني اروح اشوف لبس جديد او اني اصور فيديو يخص شغلي كبلوجر، بس ده ميمنعش اني ساعات بكسر روتين وبحاول اخرج عن المألوف. مش هكدب، ساعات بحس اني محتاجة حد يسمعني، بس اغنيتي المفضلة وانا واقفة على كوبري قصر النيل احلى بكتير. انا حابة نفسي كده. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين مع حواديد وبنات حواديد واحمد شحته الجندي المجهول لحواديد ومقدم البرنامج. احنا بنتكلم النهارده عن المشاعر، ازاي المشاعر السيئه اللي حسينا بيها او الحاجات الوحشه اللي عدينا بيها ممكن تاثر في حياتنا وتفضل عامله جوانا علامه كبيره ما تروحش، او تروح ونقدر نقف على رجلينا تاني. بس ازاي نقدر نقف على رجلينا تاني؟ ده اللي عايزه اعرفه طبعا من البنات اللي انضموا لنا في فقرتنا، ياسمينة شريف ومروه نجيب. مروه نجيب طبعا فاشن ديزاينر، وياسمينة شريف طالبه بكليه الهندسه. منورنا يا بنات، اهلا بيكم. مروه، عايزه ابدا معاكي انت الاول. كل شخص زي ما بنتكلم كده بيعدي بلحظات صعبه في حياته، واللحظات دي بتسيب تأثير جواه ما بيعرفش ان هو يتخلى عنه بسهولة او ان هو ينساه بسهولة. مزبوط. انت عادتي اكيد باللحظات زي دي، عايزة اعرف موضوعك باختصار مش بالتفصيل، وعايزة اعرف ازاي بقى قدرتي تتغلبي. بصي، في الاول هو انا الفكره عندي كلها ان انا كنت دايما حاسه ان انا مش الطفله المثاليه، او مش ان انا البنت اللي اهلي يستحقوها. اهلي كانوا دايما عندهم فيا نظره ان انت حد كبير قوي، انت هتبقي حاجه فظيعه قوي. بس مع الوقت حسيت ان لا، انا ما عملتش ده، انا ما وصلتش اللي هم كانوا عايزينه. يعني هم كان عندهم ثقه بزياده جدا فيكي، حتى لدرجه ان هم مش بيعملوكي على انك طفله كمان. يعني هم بيتعاملوا ان انت ايه، لا انت بتعملي احسن حاجه، انت كل حاجه بتعمليها بيرفكت، انت هتبقي دكتور. هم كانوا دايما شايفين ان هو دكتور. لما دخلت ثانويه عامه ما جبتش المجموع اللي هم كانوا عايزينه، من هنا بقى بدات النقطه. ان كل اللي هم كانوا مخططين له ورسمينه بدا شويه ينهار قدامهم. فالنظره بدات تتغير شويه. ان ممكن هم ما كانوش بيتعاملوا معايا بالمنطلق ده، بس انا كنت حاسه ان انا خذلتهم، او ان انا مش ده اللي انا كنت عايزاه، مش ده اللي انا كنت نفسي احققه لكم. مع الوقت طبعا الموضوع بدا يتغير، ان انا حاسه اني سحبت نفسي عنهم شويه، اللي هو انا بحاول اداري نفسي منهم. انا مش اللي انتوا كنتوا عايزينها، مش انا ما عملتش اللي انتوا كنتوا مخططين له، ما مشيتش على الطريق اللي انتوا كنتوا راسمينه. قعدت فتره كبيره دلوقتي كمان فاشن ديزاينر. فاشن ديزاينر دي يعني حتى الميول بتاعتها مش ميول علميه خالص، مش ميول طب. يعني حتى لو كنت جبتي المجموع ما كانتش كده زمان. يعني انا موضوع الديزاين والتفصيل، وانا عندي اتيلي اصلا. تمام. الموضوع ده بدا مؤخرا، يعني تقريبا من حوالي 3 او 4 سنين، 5 سنين بكتير قوي. زمان ما كانش في الكلام ده. زمان انا ما كنتش عارفه انا عايزه ابقى ايه. انت كان حد يقول لك انت نفسك تبقي ايه، انا ما كنتش عارفه انا عايزه ابقى ايه. بعدين مع الوقت اكتشفت بقى الشغف ناحيه ان انا عايزه ابقى فاشن ديزاينر، عايزه ارسم، عايزه ابقى موديل، انا اصلا موديل كمان. عايزه ابقى بلوجر، عايزه ابقى مشهوره. في الاول ما كانوش هم حابين الفكره. ما كانوش شايفين ان الفكره مستساغه بالنسبه لهم. احنا كنا عايزينك دكتوره، انت بتتكلمي ان انت تبقي فاشن ديزاينر، انت رحتي حته حاجه مختلفه. تمام. تمام. احنا معانا جزء من الحلقه اللي انت صورتيها مع احمد، وفيها برضو جزء من الحاجات اللي كانت مضايقاكي، وهي بصراحه حلقه مؤثره جدا جدا حقيقيه وصادقه جدا، ويعني وجعتنا شويه احنا كمان. خلينا نروح نشوف جزء كده منها ونرجع نعلق عليها. بس خدت صدمه في الاخر ان انا اتبعت بسهوله قوي. اكتر موقف كسرني وعمري ما هنساه، شخص انا كنت مراهنه عليه الناس كلها، انا كنت مراهنه عليه اهلي اصحابي الناس كلها، ان الشخص ده مستحيل يتخلى عني، كمان مستحيل يبعد عني. احنا
احنا بنحب بعض اكتر من اي اتنين في الدنيا. الصدمة في الاخر ان انا اتبعت بسهولة قوي، فعلا اتبعت بشكل سهل قوي. انا مش عارفة اتخطى الموقف لحد النهاردة، انا مش قادرة ان انا اتخطى اليوم حتى والطريقة اللي احنا بعيدنا عن بعض فيها. ومش عايزة اواجه حقيقة ان الناس كلها كان عندها حق وانا الوحيدة اللي كنت غلط. هنا احنا بنتكلم عن حاجة تانية غير العيلة، احنا بنتكلم عن قصة الحب اللي انت اتصدمتي فيها. مش عارفة تحبي تقولي تفاصيل ولا لا، بس انا عايزة دايما اشوف الاحساس، احساس التجربة نفسها كان عامل ازاي، احساسك وانت خلاص وصلنا للنتيجة دي كنت حاسة بايه، وبعد كده عرفتي تخرجي من الاحساس ده ازاي. بصي بيبقى صعب قوي ان انت تبقي شايفه ان حد هو محور حياتك عموما، بالظبط، وخصوصا وانت صغيره. يعني وانت صغيره الحب بيبقى افلاطوني قوي. والاهل بيبقى عندهم نظره دايما ان لا مثلا انتوا مش مناسبين لبعض، انتوا لسه صغيرين، في حاجات تخليكم ما تنفعوش لبعض. انا كنت دايما شايفه، او انا عشان عايشه في الافلام التركي قوي، ان لا احنا بنحب بعض فاحنا هنقف قدام كل حاجه. الحب اهم من التفاهم، اهم من المجتمع عموما، من النقطه اللي احنا فيها. ده كان بالنسبه لك قبل كده؟ ده كان بالنسبه لي وانا صغيره. اصغر من كده؟ كنت اصغر من كده طبعا. فالحب كان عاميني، كان مسيطر على مخي. كلمنا كتير انا واهلي ان يا مروه لا انت صغيره، ركزي في مستقبلك، ركزي في دراستك، ده مش وقته، انتوا مش مناسبين لبعض. بس انا كنت شايفه ان لا، يعني جماعه احنا بنحب بعض فاحنا اكيد مناسبين لبعض. مع الوقت الموضوع يعني انا مش عارفه، بس هو باظ وباظ بشكل انا ما كنتش متخيلاه، يعني في وقت كمان انا ما كنتش احساسك. انا اللي يهمني دلوقتي احساسك. انا حصل خالص، سمعت صوت قلبي وهو بيتكسر بجد. دي حقيقة. ما كنتش مصدقة في الوقت ده اللي بيحصل، وكنت في حالة إنكار عموما، اللي هو لا احنا أكيد يومين والموضوع هيتظبط وهيتصلح، أكيد في حاجة ضغط عليه، أكيد هيرجع، أكيد في مشكلة، أكيد هيرجع، أكيد الحب اللي بينا أكبر من كده. لأن خصوصا إن الحب فعلا بينا كان كبير بشهادة الناس كلها. الناس كلها كانت شايفة إن لا جماعة دول الاتنين بيحبوا بعض قوي، مستحيل يحصل بينهم حاجة زي كده. يا بنتي مين الناس؟ الناس دول كانوا أصحابك اللي حواليك اللي هم من سنك، صح؟ الناس اللي حوالينا. يعني برضه نفس الفكرة، خبرتهم صغيرة، هي نفس الحكاية. خبرتنا كانت ضعيفة. بالظبط. مش زي دلوقتي طبعا. الموضوع اثر عليا نفسيا قوي طبعا. دخلت في حياتي اكتئاب صعبه. انا لحد دلوقتي على فكره عندي تروما من موضوع ريليشنز ده خالص. لسه ما ارتبطتيش؟ لا. ولا حصل مره ان انت قررتي او فكرتي ان انت ترتبطي تاني بعد الموضوع ده؟ بصي حاولت بس ما عرفتش. بقى عندك رعب من فكره انك حد يخذلك تاني او حد يسيبك، صح؟ بقيت حاسه دايما ان انا خايفه اتساب تاني. الموضوع عمل عندي نقطه ان يمكن المشكله فيكي، يعني يمكن عشان كده انت اتسبتي، يمكن المشكله كانت عندك. ف بقى في تروما بعد كده، بقى اللي هو كل ما حد يحاول يقرب مني لا ما تقربش مني. طب اقعد مع اهلك لا ما تقعدش مع اهلي. طب ماما طب جربي يا مروه، طب اقعدي معايا يمكن يطلع حد كويس. يجي لي عريس، طب يا بنتي اقعدي معايا يمكن يطلع حد كويس. لا، لان انا اترسم عندي نقطه ان انا هتساب تاني. لا، انت كنتي صغيره اخترتي غلط، المره دي هيبقى اختيارك اكثر نضوجا، لازم تدي نفسك الفرصه انك تبصي وتختاري، في اختاري واختبري واعملي. دي نصيحه مني انا كاخت كبيره ليكي، اختاري واختبري ودخليه اكتر من مرحله. يمكن احمد يدعم معايا في الموضوع ده، وشوفي حياتك وعيشي حياتك، ما توقفيش عند اللحظه دي. انت ما وقفتيش يا مروه في موضوع الدراسه وبقيتي فاشن ديزاينر كبيره، وكمان موضوع الحب زي ما بنقول كده ان شاء الله. انا هنعمل حلقه ثانيه انت وخطيبك، هنشوف قريب جدا ان شاء الله. بس فعلا مش عايزينها تبقى قريب، يعني كمان شهرين لا، تاخدي وقتك وتختاري صح. لا، المره دي انا ناويه الموضوع يبقى واخد وقت اطول. جميل. وافكر فيه مطولا عشان الموضوع ما يبقاش، لان بصي يعني انا المره دي ناويه ان الريليشن اللي هدخلها تبقى هي اخر ريليشن خلاص. انا مش حابه ادخل تاني في ريليشن واتساب. ما تعمليش كده، ما تعمليش ليميت. سيبي نفسك، سيبي نفسك، بس اختاري صح اللي يناسبك. سيبي نفسك واختاري اللي يناسبك. ياسمينة، أهلا. ياسمينة صغنونة وجميلة معانا، هي طالبة لسه في كلية الهندسة. ودمك خفيف قوي، وبشوف فيكي فيديوز جميلة جدا جدا. شكرا. ولكن برضو عدينا بأزمة طبعا. والأزمة سابت تعويرة، سابت طبعا. علامة. الأزمة كانت إيه؟ موضوع مش بالتفصيل بابايا. موضوع بابايا يعني؟
باباكي مش ما كانش موجود في حياتك؟ انفصلوا مامتي وبابايا عادي يعني وكده، وهو ما بقاش موجود يعني. المسؤوليه بقت مع ماما بس، وهو ساب المسؤوليه بتاعتكم يعني. الفتره بقى اللي بابا فيها مش موجود، انت كان بيبقى احساسك ايه، وازاي انت عارفه تقيمي انه ده بسبب عدم وجود بابا؟ يعني احساسي ده بسبب عدم وجود بابا، انا محتاجه ده وعشان بابا مش موجود انا متاثره او كذا وكذا. هي حاجه طبعا توجع، طبعا طبعا لاي بنت ان هي تحصل حاجه زي كده. بس واتكسرت طبعا، مش هقول لا ما اقدرش. انا عندك كام سنه لما انفصلوا؟ 9 يمكن او 10. صغننه جدا. كملي حالتي. فطبعا هي حاجه صعب انه طفل يستوعب بقى الموضوع طبعاً. وكل ده، وان انا اختار ان انا اعيش مع مامتي. طبعا هو يعني هو اللي خلاني اخد الذنب ان انا اخترت مامتي وكل الكلام ده. بس 9 سنين انت اصلا في حضانه ماما يا حبيبتي. بس يعني قصدي يعني لما حصل مشاكل وكده. بس انا اكتشفت بعدين طبعا بعد وقت وسنين، طبعا عارفه الوقت برضو بيخلي الواحد يهدى وينسى، وان هو يعدي كل الكلام ده. صح. الحمد لله ربنا عوضني بحاجات كتير قوي. جوز مامتي موجود. جميل. الحمد لله عوضني. بتعتبريه زي والدك وبيتعامل معاكي زي بنته كده؟ حلو قوي. علاقتنا حلوه قوي، وهو جميل يعني عوضني عن كل حاجه. حلو قوي. ففعلا ساعات الواحد لما بيفكر بيقول انه ربنا ممكن يكون ده اختبار عشان يعوضك بحاجه خير بعدين، عشان ممكن يكون ده فعلا كان خير حتى لو وجعك قوي، بس انت ده خير لحاجه قدام. بس فدي كانت اول ازمه. عندنا برضو حاجه تانية، او يمكن دي اللي انت اتكلمتي عنها في الفيديو، هي الصحاب والكلام الدبش اللي ممكن يكون بيتقال. دبش حقيقي، دبش بيعور، بيفتح الدماغ يا جماعه، دبش بيفتح القلب، يا ريته بيفتح الدماغ ده بنلف كده شاش ويومين ثلاثه والموضوع انتهى. انما ده بيعمل جرح طبعا في القلب وفي النفسيه. كان ايه برضو اللي تعرضتي له من صحابك؟ هي واحده صاحبتي قوي، هي صاحبتي قوي دلوقتي يعني. في مره كلمتني قالت لي انت ما بتسمعينيش وما تفكريش غير في نفسك ومش عارف ايه وكلام كبير كده. طبعا انا الجمله دي موتتني بصراحه، لان انا اصلا شخصيه بتكير قوي يعني، ممكن اكير قوي على الناس، اهتم بيهم قوي وانسى انا انسى نفسي. عارفه ما تهتمي بحد قوي وكده يعني. بس فاتناقشنا وكده، انا فعلا فيا الحته دي، ممكن انشغل قوي وانسى مثلا اكلم، تبقي عامله فوكس على حاجه معينه فمركزه فيها هي بس، فناسيه كل حاجه حواليك. فبتبقى غصب عني، فهم بياخدوها بحته ان انا مثلا مش بفكر غير في نفسي او ما بسمعش او كده. بس هي غلط يعني، هو لازم يكون حد فاهمني قوي او عارفني عشان يعرفني من جوه يعني. بس طيب الفتره، هرجع تاني لموضوع باباكي، الفتره اللي باباكي سابك فيها بعد في سن التسع سنين، قضيتي بقى الفتره دي ازاي؟ انا عارفه ان كان في شويه الم، بس ما بين مدركه ومش مدركه، ما بين انك عارفه انه هو مش هيجي البيت تاني، وما بين انه لا طب مش ينفع يجي البيت تاني. طب الحاجات دي عدتيها ازاي، خصوصا ان هو سابك في اول المراهقه، اول سن المراهقه؟ مامتي طبعا ربنا يخليها لي كانت معوضاني، عامله الدورين بصراحه. طبعا كل التحيه للامهات دي. كل التحيه بنقوله من بصراحه يعني طبعًا. دور الاب والام يعني. وعيلتي طبعا، طبعا عندي عيلتي كلها كانوا واقفين جنبي وكده، فما حسيتش يعني. الفكره موجوده في دماغي ان انا موجوعه وكل ده، بس عيلتي جنبي وسندي وجدتي وخلاني والناس دي كلها بجد كانوا جنبي. ففعلا عديت ونجحت والموضوع ما اثرش عليا، ودخلت هندسه يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. خلاص ان انا استخدمت الكسره دي لحاجه ان انا افيد بيها نفسي، ان انا استخدمها ببوزيتيف، ان انا لا هو مش عشان انا اتوجعت، ما كلنا بنعدي بحاجات صعبه في حياتنا، ده مش معناه ان انا هقع وخلاص بقى كده. لا ده كله خير من عند ربنا يعني. والله بصي، هو الغرض الاساسي من ان احنا نتكلم في المواضيع دي مش ان احنا نقلب عليكم المواجع، الغرض الاساسي ان احنا نقول لكل الناس، لانه ناس كتير جدا جدا عندها مشاكل وازمات طبعًا. بصي في دي بقى بيقولوا نقول مش كلهم، نقول بعضهم، لا كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا حاجات معلمه جوانا ما راحتش وما بننساهاش وبتاثر علينا وبتاثر على تعاملاتنا. نروح نشوف معاكم، نروح جزء، نشوف جزء من فيديو ياسمينة ونرجع نكمل معاهم كلام. كلمة حد من صحابي قالها لي وما نسيتهاش، انت ما تفكريش غير في نفسك. الكلمة دي ضايقتني قوي، عشان انا اصلا شخصية بتفكر، ممكن تكون بتفكر في الناس قبل ما تفكر في نفسها. ممكن اكون ما بعرفش ابين، بس مستحيل لو تدخلوا جوايا كده تشوفوا ان انا بفكر في نفسي بس. دي حاجة
وجعتني قوي ان انا ازاي حد يكون شايفني كده وانا مش كده خالص. انا بوصل لمراحل ان انا ممكن اوفر ثينك على اصحابي وانسى نفسي، يعني ممكن اوصل لمرحله ان انا انسى انا بعمل ايه ولا نفسي عشان بس اصحابي يكونوا مبسوطين او القريبين مني يكونوا مبسوطين. ومكملين معاكم فقرتنا ومعانا احمد ومروه وياسمينة. احمد انا عايز اعرف انت ازاي عرفت تقنع البنات ان هم يطلعوا ويتكلموا ويقولوا ويفضفضوا، سبيشالي ان هم البنات سواء البنتين اللي منورينا مروه وياسمينة او البنات الثانيه هم ليهم متابعين وليهم ناس يعرفوهم ويعرفوا حياتهم الجميله زي ما انت قلت في الاول، لكن ما يعرفوش الدارك سايد او الحاجه المؤلمه اللي في حياتهم. هو بالنسبه لي الصعب في الاقناع كان في الاول، اول بنوته حاولت اقنعها بحاجه مش موجوده بالظبط، يعني فكره لا وانت مش طالع كمان معاها بوشك، يعني انت حاططها في الكاميرا وهي هتحكي بس. بعد كده بقى يعني البنات يعني مروه وياسمينة يعتبر جم وانا كنت مصور مع ناس كتير فكانوا شايفين الفكره، يعني كان عندهم برضو بريف عن الفكره. مروه وياسمينة لما جم قالوا لك احنا مش هنعيط، احنا مش عارفه ايه، احنا ده انا قاعده عامله هورد على مروه، عامله لها هولد كده لحسن تعيط، والله عامله كده لحسن تعيط. قلت لهم نبدا تصوير وبعد كده هنشوف بقى الكلام ده، وانا اتحديتهم يعني مروه هي تقول لي يعني انا اتحديتها في نقطه زي دي بس انا ما عيطتش بسهوله وياسمين عيطت برضه يعني ما عيطتش بسهوله. هي هو واضح انه حتى كمان واضح شخصياتكم وانتوا بتتكلموا. ياسمينة انت مش عايزه حتى تبصي على القلم، مش عايزه تتعاملي معايا، خلاص هو عدى خلاص بقى اللي عدى عدى خلاص. مروه عندها علشان كمان القلم اللي عندها خاص قوي بالاهل اللي هم العيله كلها ليها، نظره العيله ليها او احساسها ان هي عملت لهم ديسابوينتمنت او يعني ايه خذلتيهم زي ما انت قلتي، وانما ده مش حقيقي صدقيني. في مراحل كتير هتلاقي فيها عيلتك مبهورين بيكي ومبسوطين بيكي، فاحنا مبسوطين بيكي ومبسوطين بيكي ومبسوطين بيكوا كلكم بجد، ومبسوطه بجرأتكم وشجاعتكم ان انتوا قررتوا ان انتوا تقدموا على الخطوه دي وتتكلموا وتحكوا اللي تعبكم. انا بس عايز اسال سؤال مهم برضو يا احمد، انت اللي بتروح تقنعهم ان هم يطلعوا معاك ولا هم اللي بيجوا بقى بعد ما بدا يبقى في اكتر من حلقه هم اللي بيقولوا لك احنا عايزين نحكي؟ يعني انا مروه وياسمينة انا مكلمهم بس في ناس كتير جدا بتكلمني هي دلوقتي، بس انا مش بحسبها كده، هو الاهم ان انا عايز انزل مع الشخص ونطلع حاجه كويسه، مش مهم انا اللي كلمته ولا هو اللي كلمني، واهم حاجه الشخص لما يجي يفضفض ويطلع اللي جواه طبعا. وده بالنسبه لي بتبقى حاجه مهمه جدا أكيد. يعني لو سالتي مروه او ياسمينة ده الهدف الاساسي بعد التصوير بسالهم انتوا اتبسطتوا النهارده، يعني انت ماشيه راضيه عن كوني كده النهارده؟ طبعا كانوا بيعيطين بالظبط قوي، دي دموع الفرح يا استاذ كانوا معيطين طبعا، فطبعا باين ان انا بسطتهم جدا قوي جدا. ما بيخرج الحاجات السيئه اللي جواه لازم بيطلع بتطلع بعياط، بس هم بيرتاحوا يعني بيرتاح بالظبط كده، في روحه يعني. ايه اللي اتغير في حياتكم بعد ما عملتوا الفيديوز دي على المستوى الشخصي، على نظرتكم لنفسكم، على احساسكم؟ ياسمينة اتفضل. طبعا الفيديو نزل عندي عشان انا انفلونسر برضو وكده على السوشيال ميديا، ناس كتيره قوي تفاعلت مع الفيديو وانا كنتش متوقعه كده، لانه انا اول مره بشخصيتي اطلع السايد اللي هو ان الواحد عدى بحاجه صعبه، يعني طبعا واخدين ان انا ياسمينة الفرفوشه واللي بتعمل فيديوز بتضحك وكده، فما حدش خالص كان متوقع انه كان اذا في ورا الكواليس دي في حاجات حد عدى بيها صعبه. بس ناس كتير قوي اتبسطت انه ازاي حد يطلع المشاعر دي، انه دي حاجه مهمه انه الناس تعرف انه لا ناس بتعدي بحاجات برضو مش سهله يعني. جميل. بس وانت يا مروه برضو ايه اللي اتغير؟ بصي ردود الفعل اختلفت، هو اول رد فعل حتى انا كلمت احمد بعدها على طول قلت له احمد ماما زعلت وعماله تعيط ماما زعلت بس هي ماما ما فهمتش الفكره اللي انا كنت عايزه اوصلها لها. ماما افتكرت ان انا بتكلم ان هم بالنسبه لي مثلا يعني وجعيني او كسرني او ان هم عاملين لي مشكله في حياتي. انت حاسه العكس؟ بالعكس، قلت لها ماما انا حاسه ان انا مقصره معاكم، حاسه ان انا ما عرفتش اوفيكم حقكم. بس بعدين مع الوقت ماما قعدت تقول لي ان لا يعني انت عملتي حاجات كتير، انت شاطره، انت مجتهده، انا بحب ان انت مجتهده وان انت شاطره وبتحاولي. خصوصا كمان ان انا قعدت فتره كبيره في حياتي ما كنتش عارفه انا بعمل ايه، انا فين، انا بحب حاجات كتير قوي، بحب اعمل حاجات كتير قوي، بس ما كنتش لاقي نفسي في وسطهم. فمع الوقت لما بقيت اشتغل في فاشن ديزاين وفتحت الاتيليه لنفسي، خصوصا ان هو انا فتحته لوحدي بفلوسي من غير ما ارجع لاهلي او احتاج منهم حاجه، ماما كانت شايفه ان دي حاجه كبيره قوي ان انت عملتي ده لوحدك وان انت ما احتجتيش ان انت ترجعي لنا اللي هو لا ادوني او اعملوا لي، فدي كانت حاجه مفرحاها قوي. حتى بابا كمان كان بيجي معايا الاتيليه يشتغل معايا فيه ويعمل لي ويظبط لي اللي هو لا انا فرحان بيكي. فانا كنت حابه فكره ان هم اخيرا
مبسوطين بيا. انا اخيرا يا جماعه عرفت اوصل لكم نقطه دي بنتي دي بنتي كده. دي بنتي بتعمل كده. كمان على السوشيال ميديا الفيديو كان فايرل قوي. انا استغربت الناس كانت عماله تتكلم في نقطه مختلفه تماما. ان احنا مش اداه للاهل، ان مش المفروض ان اهلك يرسموا طريقك فانت تمشي عليه ويحققوا احلامهم فينا. هم ما فهموش النقطه ان يا جماعه اي اهل بيبقوا عايزين اولادهم دول احسن ناس. بالظبط. احنا عايزينك انجح واحده واشطر واحده، فطبيعي ان انت لما يحسوا ان انت شويه بترجعي ورا او شويه بتنزلي لتحت فهيتضايقوا، ده شيء طبيعي. او هيبداوا يضغطوا عليكي علشان ترجعي تاني. بالظبط. اللي هو لا جربي اشتغلي قومي. يعني ماما كانت دايما بتقول لي ما تقعديش في البيت، اشتغلي حاولي جربي اسعي اعملي حاجه. لان خلاص انت كسرتي بقى نقطه الدكتوره دي وخرجتي براها. فطب شوفي انت بتحبي ايه واعملي، اشتغلي اي حاجه ما تقعديش كده. فلا دي حاجه انا بصراحه مع الوقت لما كبرت زي برده موضوع الحب كده، لما كبرت فهمت ان اهلي فعلا كان عندهم حق. كل ما تكبري وتحسي ان انت عملتي حاجه لنفسك، انا ناجحه، انا شاطره، انا الناس بتحبني، انا الناس بتقول احنا عارفينها، مش دي مروه دي اللي عندها اتيليه، دي البلوجر. فمع الوقت الاهل كمان بيحس ان دي بنتنا. فلا اي حد بجد عنده مشكله لازم يحاول مع الوقت ان هو يتخطاها ويكمل. كملي عشان مع الوقت تحسي ان انت احسن. طبعا انا عايز اقول لك مفاجاه لطيفه جدا. احنا في برنامج انت ورئيس التحرير استاذ عزيز ابو بكر قررنا ان شاء الله ان احنا ننزل هنصور ننزل كاميرا من اي تي سي ومن انتي ننزل نصور الاتيليه عندك ونعمل عنك تقرير وعن شغلك وعن نجاحك وعن الكلام ده. فيعني ايه بصي احنا بنقدر قوي اي حد عدى بفتره صعبه في حياته ايا كانت الصعوبه دي شكلها ايه. يعني مهم قوي ان الواحد يحس انه متقدر، ان الواحد يحس ان هو مدعوم. وده اللي يخلينا نتكلم معاكم كمان بقى عن الدعم. الدعم في حياتكم ما شاء الله ياسمينة كليه هندسه، ما شاء الله فاشن ديزاينر، ما شاء الله برنامجك مكسر الدنيا حواديت وعامل حاجه يمكن ما حدش عرف يعملها، او مش سهل ان بنت تثق في حد وتعرفوش وتصور فيديو وتحكي عن ازماتها ومشاكلها. الدعم في حياتكم شكله عامل ازاي؟ هبدا بيك يا احمد. انا مين بيدعمكم؟ بالنسبه لي الراجل مش محتاج في حياته غير ثلاث حاجات. فضل ربنا عليه، ده اساسي، ده شيء اساسي. دعوات والدته، لان هي اللي ممشيانا اصلا. يعني انا امي دعواتها هي اللي مخلياني لغايه دلوقتي ماشي في طريق. ربنا يخليها لك يا رب. تالت حاجه بقى جميعا بنتي جدعه، وانا الحمد لله ربنا رزقني باجدع بنتي في الدنيا كلها ما شاء الله. منى مراتي يعني هي اجدع واجمل حد في الدنيا كلها، وهي شريكه نجاحي في الموضوع ده. احنا بنوجه لها بجد كل التحيه حقيقي. يعني انا هو من غيرها بصراحه ما كنتش وصلت هنا النهارده. هو ده مبدانا كمان في البرنامج، الدعم شيء اساسي مهم قوي ان الزوجين او الشريكين في الحياه ان هم يدعموا بعض. دايما لما بيكون عندي هنا بنت متجوزه او مخطوبه وخطيبها او جوزها بيدعمها لازم بنشكره وبنحييه، وطبعا لازم نشكر مراتك طبعاً من كل قلبنا على دعمها ليك، واللي لازم تستمري عليه اكيد اكيد علشان تفضل هي اللي في نجاح. لازم يتقال عليها الجندي المجهول في حياتي. تمام. عشان هي اللي ورايا في كل حاجه طبعا اكيد. يعني أكيد احمد ده ماشي وهي سنده من ورا. فبصراحه يعني مش عارف اقول لها ايه غير ان انا بحبها وربنا يديمها نعمه في حياتي. يا رب يا رب يديمكم نعمه في حياه بعض يا رب ان شاء الله. ياسمينه مين السند في حياتك؟ مين الدعم في حياتك؟ امي طبعا. طبعا فوق فوق الجميع. طبعا طبعا اكيد امي وعيلتي الصراحه، وخالتي ولاد خالتي بالذات كارما وهنا، اخواتي بقى بالدم ساندني في كل حاجه. عيلتي بصراحه اهم هم حاجه. هم اول ناس كانوا بيشجعوكي على فيديوز اللطيفه اللي بتعمليها على السوشيال ميديا. لا دول اخواتي دول طبعا اكيد بنوجه لهم كل التحيه. ايوه طبعا تحيه ليهم يعني طبعاً. تحيه كبيره جدا. أيوة. جدا ليهم ولدعمهم ليكي. وعايزه اقول لهم برده استمروا في دعم. أيوة. دايما استمروا في دعم اولادكم وحبايبكم. الناس اللي احنا اللي حوالينا اللي بيبقى عندهم حلم او اللي بيبقى عندهم هدف في الحياه لازم نفضل وراهم لحد لما يبقوا احسن حاجه او يوصلوا لاعلى حاجه هم نفسهم فيها. ما نزهقش وما نملش وما ننساش. مروه الدعم مين؟ صحابي بجد. انا بحب صحابي قوي. لما انا نفسي افتح الاتيليه ده بقى لي 5 سنين تقريبا. لما قررت ان انا هفتح الاتيليه بجد كل صحابي كانوا معايا. انا عملت 3 فيديوهات على انستغرام، الثلاثه فايرل معديين المليون. وانا نازله مع اصحابي بنجيب الحاجات بقى، بنلف في العتبه، بنروح احنا اللي بيضنا الشقه، احنا اللي جبنا كل حاجه، احنا اللي عملنا كل حاجه. فاصحابي كانوا في ظهري في كل حاجه. شيري صاحبتي هي معايا بره. بجد كانت دايما معايا، دايما في ظهري، انا بحبها قوي. شروق صاحبتي دايما 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 بتدعمني بكلامها، هي طبعا عشان متجوزه وعندها نونو صغننه فهي مش دايما معانا. بس هي دايما فعلا جد مجهول ورا دايما. مروه كملي، مروه انت اشطر حد، مروه انت احسن حد.
آية صاحبتي برضو كانت شغالة معايا بجد أنا برضو بحبها قوي. ميار أختي ميار، بصي ميار ممكن يبان قدام الناس ان انا وميار مش قريبين من بعض قوي، بس احنا علاقتنا ببعض قويه قوي بالذات في الشغل والدعم. ماما وبابا طبعا، خصوصا ان هم باينوا لي دعم كبير قوي قوي وانا بفتح المكان. فبصي يعني وقت الـ لما بتيجي تحققي حاجه انت نفسك فيها بيبان وقتها فعلا مين اللي بيحبك بالظبط. لمستي بنفسك حب ودعم امك وابوكي ليكي في الفتره دي أوي. حسيتي قد ايه هم فخورين بيكي وعايزينك احسن الناس مهما كنتي دكتوره مهندسه. ان شاء الله يا ستي لو بتبيعي عارفه لوليتا بتاع زمان دي تبقي احسن واحده بتبيع لوليتا في الدنيا. ايه المشكله؟ مع الوقت ان هو بالظبط مع الوقت حسيت ان انا كنت فاهمه غلط. لا هم بس عايزينك اشطر حد او عايزينك حد ناجح. مش مهم بقى انت شغاله ايه، بس المهم ان انت حد هم يبقوا فخورين بيه، حد هم شايفين ان دي بنتنا احنا تعبنا فيها وشقينا فيها. خصوصا ان بابا وماما عمرهم ما بخلوا عليا في حاجه وبالذات في التعليم طبعًا. يعني في التعليم كانوا دايما عايزين يقدموا لي احسن حاجه. شوفي انت عايزه تعملي ايه يا امري؟ عايزه تروحي دكتوره بقى. مش دكتوره بقى خلاص. شوفي انت عايزه تروحي فين ونوديكي، شوفي عايزه تعملي ايه ونعمل لك، شوفي عايزه تدخلي جامعه ايه وندخلك. مع الوقت بقى لما كبرت الموضوع بدا يبان بقى ان لا هم كانوا عايزيني بس حد شاطر وحد ناجح مش اكتر. انت اللي كنت فاهمه غلط. انا مبسوطه قوي من الكلام اللي انتوا عاملين بتقولوا دلوقتي. عارفين ليه؟ علشان كل كلمه كل بنت وحتى احمد قالها بتثبت الكلام اللي احنا دايما بنتكلم فيه مع جمهورنا هنا في انتي. دايما في الانترو بيبقى معانا اكتر من موضوع. امبارح كنا بنتكلم عن الدعم وعن الصداقه، عن الاثنين اللي انتي ذكرتيهم يا مروه في ان هو دي من الحاجات اللي موقفاكي على رجلك، دي الحاجات اللي مخلي او سبب من اسباب النجاح والاستمراريه في حياتك. مش كلام كده وخلاص، مش كلام بيتقال وخلاص او كلام برامج وخلاص، لا دي حاجات مهمه قوي في حياتنا ان احنا اللي بنحبهم ندعمهم واصحابنا اللي حوالينا نختارهم صح ويكون معدنهم كويس ويكونوا امنين علينا ويكونوا بيشجعونا زي ما حصل مع مروه كده. انت بقى صاحبتك اللي قالت لك الكلمه الدبش دي رجعت عن الكلمه دي ولا لا؟ عشان لسه عايزين دلوقتي احنا اصحاب قوي دلوقتي ربنا يستر. طب كويس جدا. أيوة كويس جدا. أيوة. احنا برضو واحنا بنقلب كده في برنامج حواديد في برضو قصه من القصص اللي استوقفتنا لبنت اسمها رحمه. تعالوا نروح نشوف جزء منها ونرجع تاني. ان احنا هنمشي وما نلفش بيكي تاني، انت خلاص مالكيش علاج. يعني اصعب لحظه في حياتي عموما لما انا كنت محجوزه في المستشفى، وقتها كان عندي امل كبير قوي قوي ان انا خلاص هخف وهبقى تمام ويبقى مفيش اي حاجه. الدكتور ندى اختي قال لها انا عايزك، اختي كانت ساعتها كبيره يعني. انا حسيت ان في حاجه، فبينت لها ان انا تمام ولا قولي لي، انا عارفه ان هو قال لك حاجه قولي لي وانا مش هتضايق خالص. فلقيتها بتقول لي لا، قال لنا ان احنا هنمشي وما نلفش بيكي تاني، انت خلاص مالكيش علاج. يعني الجمله دي عموما ما بحبش اسمعها، يعني احساس ساعتها ان انا نفسي اكون طبيعيه ونفسي يعني ان انا ما بقاش حامل على حد. يعني دي كانت اصعب لحظه في حياتي بصراحه، ما عنديش اصعب منها. حاجات كتير بنمر بيها وحاجات بتبقى صعبه، في حاجات ساعات بيبقى ليها حل وساعات حاجات ما بيبقاش ليها حل، بس الفكره ان احنا نعرف ازاي نتعايش معاها. حقيقي انا استمتعت جدا بلقائكم انتوا الثلاثه، واستمتعت كمان بالفيديوهات اللي شفناها للبنات اللي ما كانوش موجودين معانا هنا في الاستوديو. ولكن بجد عايزه اقول لكم كملوا في حياتكم، ما تخليش حاجه توقفكم. انت ما تحطيش ليميتس لحياتك انت بالذات، علشان انت واضحه انت عاطفيه جدا جدا. لا ما تعمليش كده، ما تحطيش ليميتس لنفسك. ياسمينه انا مش خايفه عليكي، انا عارفه ان انت قويه وهتبقي اقوى وان شاء الله يا رب العالمين اشوفكم انجح الناس. احمد بحييك جدا جدا على فكره حواديت، وبحييك على النجاح ده ومن نجاح لنجاح يا رب. اشكركم شكرا جزيلا واستمتعنا بيكم. اتمنى كمان تكونوا انتوا استمتعتوا بالفقرة الجميلة دي. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم فقرتنا. حبها للحضارة الفرعونية وتأثرها بيها خلاها تقرر انها تعمل براند مستوحى منها ويتحول من مشروع وحلم صغير لبراند مميز يلف العالم كله ويلفت النظر ليه منين ما يكون موجود. خلينا نعرف اكتر عن المشروع ده وحكايته من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، الفنانه التشكيليه ومصممه الديكوباج ولاء ابو ريا. اهلا وسهلا بيك. أهلا يا ولاء، منورانا. ميرسي. الحاجات الجميله جدا جدا. شكرا دي. شكرا جدا، انت احسن.
في البداية يا ولاء طبعا عايزين نعرف منك يعني ايه فن ديكوباج؟ فن الديكوباج كان بدأ في عصور قديمة قوي، كان بدايته مع الناس الفقراء اللي كانوا عايزين يعملوا تجديد ديكور في بيتهم، يغيروا من مستوى البيت نفسه، فكانوا بيستخدموا حاجات بسيطة قوي، ورق، نابكنز، ويبدأوا يلزقوا. فبدأت فكرة فن الديكوباج اللي هي قص ولصق، واتطور بعد كده. بقى بعد كده بالظبط. طب ايه اللي خلاكي وشدك انت بقى للفن ده بالذات؟ اولا انا بحب كل حاجة مختلفة، ودايما بحاول في تصميماتي او في اي شغل انا بحب اعمله كشغل يدوي وهاند ميد انها تبقى حاجة مختلفة ومميزة. ما بحبش النمط التقليدي. فلقيت ان الديكوباج بيديك المساحة دي، لانه فن ملوش حدود، وابدعي فيه زي ما انت عايزه، استخدمي كل الماتيريال اللي تقدري تستخدميها. تعرفي تعملي مزج من ده وده وده وده، يعني حاجات بالزبط. ممكن حتى كمان طرق فنيه مختلفه وثقافات مختلفه تقدري تعملي ما بينها مزج كلها. هو انا ضد مبدا ان الفن ليه حدود، لا صح، الفن ملوش حدود. بدليل ان انا عملت حاجه هي مش عايزه اقول لك ان هي مثلا الاولى من نوعها. في شنط خشب موجوده كتير بس مش بالتفاصيل دي. يعني ان انا استخدم خشب مع نحاس مع احجار، والشنطه تبقى من جوه متبطنه بالجلد، وفي نفس الوقت وزنها يبقى خفيف، فخدت وقت شويه عشان اطلع بمنتج زي ده. فكره كمان وزنها يبقى خفيف دي انا واقفه عندها جدا، ان فعلا معظم الشنط الخشب بتبقى تقيله، تحس ان انت شايله حاجه كبيره معاكي، يعني ده بس البادي بتاع الشنطه من غير ما يكون جواها حاجه. بداتي امتى؟ انا بدات الديكوباج تقريبا من 3 سنين. بس قبل الديكوباج كنت بعمل الشنط التطريز. حلوين قوي برضو، وبرضو كنت بحاول انها تبقى حاجه مختلفه. والاهم من انها تكون مختلفه، لان انا عملت المشروع لتعليم كل السيدات مهنه من داخل المنزل. مشكله الستات في مصر ان هي ممكن تبقى مش بتعرف تخيط، ممكن تبقى مش بتعرف تركب اكسسوارز. لا، فكان الهدف اعملي ده من البيت. الشنطه دي كلها يدوي حرفيا، بدون مكان خياطه، بدون اي حاجه، وانت بتعمليها في البيت. خطيره. وفي نفس الوقت تقدري تسوقي للبيزنس بتاعك. فتقريبا انا عندي هوس بالشنط زي كل الستات. فقررتي تعملي حاجات مختلفه فروم اي تو زي، سواء الديكوباج او قبله الحاجات الشنط الهاند ميد اللي انت بتعمليها. بالظبط. حلو جدا جدا والله. طيب هل في حد بيساعدك في الحاجات دي، ولا انت بتقعدي تمخمخي كده وتفنني وترسمي وفي نفس الوقت بتشتغليها؟ هو هقول لك على حاجه، من اول الماتيريال اللي انا بشتغل بيها كلها ده صناعه مصريه. طبعا ده مبدئيا، ومش عشان احنا بنتكلم على المنتج المصري، لا هو حقيقي كلها صناعه مصريه. الخشب نجار مصري شاطر جدا، اللي هو احنا بنعمل القطعه بابعاد بسمك معين عشان تديني في الاخر فينش محترم. النحاس من الورش بتاعتنا في مصر، الجلد، قطع البوليستر اللي احنا بنشتغل بيها، فكل الماتيريال اللي بشتغل بيها من ورش موجوده في مصر. دي اول حاجه. انا مؤمنه جدا ان كل انسان ليه طاقه بتنعكس على شغله. فانا ما ينفعش حد يمسك شغلي غيري، من اول اختيار الخامات لغايه وانا بشتغل والقطعه خشب ابيض. بحبها، يعني انا بحب الشغل بتاعي، فبالتالي انا بديله طاقتي الايجابيه بتنعكس على القطعه. بالظبط، تطلع حلوه جدا. كل قطعه بتعامل معاها على ان دي القطعه بتاعتي، لازم تطلع فينش عالي جدا. والتفاصيل بتقضي عليا. هي واضح جدا. لا على فكره التفاصيل باين قوي ان هي صعبه، وفي حاجات فرعونيه، وفي حاجات تحسي اللي هي الحاجات بتاعه زمان، شغل اللي هو القيمه او حاجه زي كده، اللي هي الشكل اللي قدام ده. الشنطه دي هفاجئك، دي اعاده تدوير. معقوله؟ ريسايكلينج. ده بورتفيه قديم جدا، عمره تقريبا اكتر من 50 سنه. والله شكله مش غريب عليا. كانت كل الجدات والامهات عندهم البورتفيه ده. عندها واحد بالظبط. بالظبط كبير كده ويتفتح. أيوة. يتفتح كده اهو. بالظبط. تمام. فدي حاجه تانية برضو، ان انت تعملي اعاده تدوير لاي منتج عندك. فاللي هو انا عايزه اغير شكله، لان هو من جوه سليم تماما، بس من بره عوامل الزمن وقصر. بالظبط. فاللي هو طب ليه ما نشتغلش عليه؟
عملت له اعاده تدوير وبقى بالشكل اللي انت شايفاه. نفس ده ممكن يتطبق على الشوزات. كلنا بيبقى عندنا شوزات حتى لو غاليه جدا وجلد طبيعي بيبقى بعد وقت الجلد بتاعها بيبدا يتهالك. طيب بس الجزء بتاع الشوز نفسه كله سليم. طب ليه ما نعملش ده وعملنا ده على الشوزات؟ بس هي الشوزات دي كانت جديده، بس نفس الخطوات ممكن تتطبق على اي قطع عندك استهلكت شويه. يعني انت مشروعك بيحيي الفن المصري والفن الفرعوني، وكمان في ريسايكلينج، في تفاصيل كتير انت بتعمليها بنفسك. انت بتقعدي كمان انت اللي بترسمي الرسمه الاول وتتخيلي التخيل او التصور للديزاين؟ يعني الديزاين بيتكون هنا في دماغك الاول، في خيالك بالظبط. انا من الناس اللي ما اعرفش افرغ تصميم على ورق وما اعرفش اعمل تصميم لقطعه، لاني اول ما بشتغل ايدي بتعمل حاجه تانية خالص خالص. يعني مهما حاولت التزم بخطه واللي هو يعني اتس اوكي احنا هنشتغل هنعمل 1 2 3، وقت الشغل لا، انا بلاقي روحي عملت حاجه تانية خالص. شغل الهاند ميد فعلا، يعني هم بيقولوا مجازا صانع بكل حب. لا بس هو فعلا بالظبط. انت بتلاقي طاقتك وروحك هي اللي بتشتغل، في باشن بيحركك، لان احنا مش مؤدين. طيب معلش هرجع تاني اسالك، التفاصيل دي اللي هي اللي على الشنطه او التفاصيل اللي هي الزخارف دي، دي من النحاس مش كده ولا من الخشب؟ مش كلها، يعني احنا عندنا الاقفال، المفصلات، الحاجات الثوابت الاساسيه لازم تبقى متينه جدا في نحاس. المجسمات دي كلها اللي انت فاكراها نحاس واي حد بيفتكرها نحاس، دي بلاست قايمه. الشغل بتاعي عليها يعني ايه؟ يعني ايه ماده البلاست قايمه؟ بلاست قايمه هي بيبقى فيه مولدات سيليكون بتتصبي فيها ماده البلاست قايمه. عايزه اقول لك ان كمان هبهرك بحاجه كمان، ان في ناس كتير قوي بتعمل شفت كارير لحياتها، يعني اللي بتعمل المولدات وبتعمل الحاجات البلاست قايمه دي دكتوره صيدلانيه. انبهرت، تم انبهاري بنجاح. ده حقيقي. لا بجد والله مش بهزر. كل ده واتجهت لشغفها وهي بتحب ايه بس كده، فبدات تعمل بقى الاشكال. هتطلع احلى حاجه في الدنيا بالظبط، مادام بتعمل الحاجه اللي وخصوصا ان انتوا كمان شغلك او شغلك يعني في تفاصيل كتير قوي يعني دقيقه. ليه بقى كنت بسالك عن ليه الماتيريال دي ايه، او البلاست قايمه او حتى خشب او نحاس؟ لان انا مش عارفه، انت بتقولي ان انت التصور ما بتعرفيش ترسميه او مش حابه ان انت ترسميه، طب مين اللي بيعمل الشغل ده نفسه؟ مين اللي بيعمل الزخرفه دي؟ انا معايا تيم وورك. هو مش تيم وورك بس هو تيم وورك، بمعنى ليه شركاء نجاح. يعني انا ما اقدرش اطلع لك بالمنتج ده انا بس. يعني النجار اللي يعني بيعمل، النجار هو اللي بيعمل التفاصيل دي؟ لا، اللي بيعمل لي الخشب نفسه بتاع البوكس. اوكي. يعني لو انا ما توفر ليش نجار شاطر يقدر يترجم التصور اللي عندي مش هقدر انفذ. انا هي دي اللي انا كنت اسالك عليها، ازاي اللي بينفذ لك الشكل ده بيعرف يترجم التصور اللي في دماغك بالظبط من غير ما يبقى مرسوم او من غير ما يبقى مكتوب؟ بتحسي ان احنا في بينا كده تواصل خواطر. ده حقيقي. مروه اللي بتعمل المولدات والبوليستر والحاجات دي، يعني انا بقول لها ايه، انا نفسي مثلا يبقى في الحروف الهيروغليفي ونكتب. هي فاهمه انا عايزه ايه، عملته. ده شرطه في الحرف الهيروغليفي بتغيره بالظبط، ومع انه صعب جدا ونفذته. اللي انا بشتري منه النحاس، مجرد ان انا بقول له انا عايزه اعمل شنطه انتيك تبان ان هي قديمه وفي نفس الوقت تبقى ستايل اثري، هو وفر لي الاقفال. يعني انا فعلا معايا ناس، انا لو هم مش موجودين انا مش هقدر اطلع بالمنتج ده. بحييهم وبحييكي جدا جدا على وانا كمان بحييهم من هنا وعلى الشغف وعلى الحاجه الجميله جدا المشرفه جدا انتوا عاملينها دي. بس عايز اسالك على حاجه تانية مهمه قوي كده، تكلفه الشنطه بتكون عامله ازاي؟ وهل سعرها في البيع بيبقى فير بالنسبه لك؟ يعني مش بسال على سعر اكيرسي، انا يعني بحدود مثلا ايه، يعني بتبقى غاليه قوي ولا زي يعني اسعار الشنط اللي في السوق العاديه؟ لا، انت لو هتقيميها باسعار الشنط العاديه اللي براندات عاديه جدا واللي هي جلد وبعد فتره ممكن تبقى تقشر او مدتها تروح بالظبط، لا دي تعتبر بالنسبه لها لا شيء. انا اكتر جمله بتعجبني قوي، اي عميله بتاخد شنطه من عندي اول ما بتوصل لها، انا اولا انا اللي بحط بقى قواعد للعملاء. يعني انت بتطلبي الاوردر، لا مش هتشوفيه غير وانت بتستلميه، اللي هو انا عايزاكي تنبهري.
عارفه احنا كستات بنحب المفاجاه. يعني انا اعمل ايه؟ اكلمك اقول لك انا عايزه، انا عايزه شنطه فرعوني بس خلاص. وانت تشوفي، طب بتحددي على اساس ايه؟ هل مثلا تدخلي على اكونت العميله تشوفي حاجه بشخصيتها؟ انا عايزه اقول لك انا والعملاء بتوعي اصدقاء جدا بسبب ان احنا بيبقى فيه تفاصيل. انت بتحبي الوان ايه؟ طب بتحبي رموز ايه؟ في ناس تحب رموز الحيوانات مثلا وبيبقوا فاهمين قوي يعني دارج. مثلا ناس تقول لك لا البومه ده رمز مش لطيف، البومه رمز الحكمه. ففي عملاء عندي بيحبوا طاقه الالوان وتاثير اللون عليكي ايه. فبنقعد نتكلم في تفاصيل. فالعميله بتلاقي في الاخر ان انا فهمت دماغها. فبنوصل اخر جمله، اعملي اللي انت عايزاه. انا بحب مفتاح الحياه، احنا بنسجل ده للتاريخ بالضبط. يعني مش عشان حاجه ولا حاجه. لا هيتعمل لك مفتاح الحياه. مفتاح الحياه جميل طبعا جدا جدا. انا عايزه اقول لك بقى على حاجه غريبه جدا حاصله معايا في شغلي. اول ما فكرت اني اعمل الشنط دي، انا كنت بتارجت العميل الاجنبي، انا عايزه اعرفه على المنتج المصري والحضاره بتاعتنا. اكتر ناس بتشتري الشنط بتاعتي المصريين طبعا. بصي جمله انا عايزه امسك شنطه تبقى باسبور ليا بالظبط، ابقى ماشيه في اي مكان الناس تبقى عارفه انا مين، بتسعدني طبعا. بياخدوا الشنط عشان يهادوا بيها الاجانب. الاجانب ما بتدفعش فلوس على فكره زينا. احنا فعلا ناس كرم قوي جدا، وبنحب الشياكه وبنحب الاختلاف، مهتمين بشكلنا ومنظرنا ومظهرنا وان اللي حوالينا كمان يبقوا مبسوطين. يعني مش بس يعني هتلاقي الشخص العربي ده مش بس عايز يبقى هو بس اللي مبسوط، هو واللي حواليه بيهادوا بيها بالظبط. فاللي هي انا عايزه اهادي هديه تبقى واو وحاجه ما حصلتش وحاجه مختلفه. لان حتى الشنطه انت بتعمليها تفاصيلها، يعني ممكن عميله تقول لي انا بحب ايزيس. هقول لك البوكس ده، البوكس ده معمول بطريقه برضو ما اعتقدش ده جولري بوكس، صندوق مجوهرات بالظبط تمام. بس التفاصيل بتاعته احنا عملناها خاصه جدا، اللي هي ايه؟ طب العميل برج ايه؟ برج الحوت. فجبنا حاكم برج الحوت بالفرعوني طلعت ايزيس. فهتلاقي البوكس من جوه فيه صفات برج الحوت بالهيروغليفي، وحطينا بره صوره ايزيس مع كتابات هيروغليفي مع حجر فيروز مناسب للبرج. يعني انا شغلي خلاني اتعمق شويه في دراسات مختلفه، طاقه الالوان وطاقه الرموز، الخرائط الفلكيه شويه. لان ايه الحجر المناسب ليكي؟ في ناس أيوة. بتحب ده. ايوه طبعا، في ستات كتير جدا بتهتم بفكره الابراج والحجر المناسب ليا ورقم الحظ بتاعي بالزبط. والحاجات دي كلها. طيب احنا معانا صور ليكي برضو ولشغلك، يا ريت لو تعرفينا عليه اكتر. انا متهيألي دي ساعه صح؟ ده تابلو. المفروض ان احنا تابلو بنعمل حاجه، عارفه التابلوهات القديمه اللي كان فيها رف كده بتحطي عليه شمعدان تحطي فهو معمول انه يبقى قطعه برضو. هو شغلي كله عموما بيتجه للانتيك جدا. يعني كلها انا اديكي تاثير حاجه انتيك وحاجه ان شاء الله نيجي في افتتاح الاتيليه، لان لازم يكون في اتيليه اكيد لازم مع الحاجات الجميله جدا دي. احكي لي خد منك وقت قد ايه وفكرته برده معموله لحد مخصوص ولا انت عاملاه لنفسك كده او عاملاه لشغلك يعني؟ بصي في افكار بتبقى يعني انا ممكن ابقى قاعده الاقي في افكار كده نزلت يلا اقوم فورا اطبقها. ففي تفاصيل كتير بتبقى في القطعه هي بتطلع وقتها. يعني في برضو من ضمن الصور في تابلو كبير، ده كان مفروض ان هو معمول في كان ايفنت في المركز الثقافي الروسي. وكان عنوان التابلو الدمج بين الحضاره المصريه والحضاره الروسيه. فعرفتي بقى تعملي حاجه كومبينيشن ما بين ده وده؟ انا عملت تابلو لفت انظار الجميع. برافو عليكي والله. لان انا عملت تابلو في الكلوري. يعني هو 16 يونت تقريبا. كل قطعه فيها تفاصيل مصريه قوي، اللي هي زي الكف، الخرزه الزرقاء، الباب النحاس بتاع زمان، اللي هو ده التابلو ده. جميل قوي قوي. وفي النص بقى كان دي كاتدرائيه مشهوره قوي في روسيا. وعملت ان هي تبقى ساعه اللي هو تعبير عن مهما مر الوقت من القديم للجديد في تواصل وفي علاقات دبلوماسيه بالظبط، كله مربوط ببعضه بالظبط. فانا بحب يبقى في قصه. بتحلمي بايه اخيرا؟ هيبقى عندي براند كبير وهيبقى معروف، والحمد لله انا في خطواتي لده. وكانت اهم حاجه عندي ان بره مصر وجوه مصر يعرفوا
براند بتاعي. من ضمن الاهداف المهمه قوي بالنسبه لي ان انا عايزه اروح للناس اللي محتاجه تتعلم ده وتبقى بدلهم مهنه يشتغلوها. طبعا ده مهم قوي عندي خصوصا في دار الايتام. جميل قوي قوي، وانا بجد يعني مش عارفه اقول لك ايه على جمال الحاجات دي. مبهورين بشغلك جدا جدا كلنا على فكره. انا كنت مبسوطه معاكم، واتمنى كمان المشاهدين بتوعنا والكنترول كل الناس بجد حقيقي مبهورين بشغلك. بجد بحييكي على الشغل، بحييكي على الافكار المختلفه، بحييكي على التنفيذ المختلف والماتيريال اللي انا متاكده ان هي يعني هي عالميه وهتبقى عالميه اكتر واكتر بكتير. احنا اتكلمنا عن الشوزات وقلنا ان هي انت في حاجات منها بتقدري تعملي لها ريسايكلينج وفي حاجات منها لا، في حاجات بتبقى جديده. استخدام الشوز دي هل ليه طريقه معينه بعد ما بتعملي فيها الشغل الحلو قوي ده كله؟ انا لابساها جايه بيها يعني بجد والله يعني بيهون على البني ادم من بعد الشغل الجميل ده. حد لسه قايل لي الجمله دي، ازاي اخرج بدي وامشي بيها في الشارع؟ دي تحفه فنيه. ممكن عشان انا بيقولوا لي اصحابي انت غريبه الاطوار وبتحبي كل حاجه غريبه. انت فنانه بس لا حلو جدا جدا. بس انا بحب اطلق لمخيلتي العنان. ده حاجه فوق الرائعه، فكره الخيال اللي يطلع انتاج زي ده يا ريتنا كلنا خيال. عايز اقول لك على حاجه، العميل كمان مهم قوي، يعني العميل طبعا اللي بيديني الفرصه اني انفذ ده وبيقول لي اعملي وخدي مساحتك، هو كمان بيساعد على اني انا اطور من شغلي. طبعا اكيد ان هو يقول لك فكري انت او تخيلي انت وفاجئيني او ابهريني، بتبقى ثقه بقى. يعني اللي هو طب انت متاكد اشتغل. طبعا الريفيوز رهيبه، الناس بتشوف الحاجه بتطير وبتجنن زي ما احنا دلوقتي، زي ما انا شخصيا يعني في حاجات كتير قوي عجباني. انا بشكرك جدا جدا يا ولاء على وجودك معايا، وبشكرك على شغلك وعلى مجهودك. بتمنى لك العالميه وبتمنى لك نجاح اكتر واكتر، وان شاء الله نكون موجودين معاكي اليوم اللي تفتحي فيه الاتليه احنا وبرنامج انت، نكون معاكي ونشوف بقى شنطه مفتاح الحياه وقت الاتليه ان شاء الله. بشكرك شكرا إن شاء جزيلا الله. شكرا على جدا ليكي، وانا كنت مبسوطه جدا معاكم النهارده. ميرسي. واحنا كمان اتبسطنا بوجودك معانا. كانت ضيفتي ولاء ابو ريا، فنانه تشكيليه. وبكده نكون خلاص وصلنا لنهايه حلقتنا. نتقابل بكره في نفس الميعاد على شاشه اي تي سي وبرنامج انت الساعه 5. ما تنسوش. سلام.